السلام عليكم، مساء الخير. الليلة الورشة إن شاء الله حتكون عن مهارات الحاسوب وأدوات الذكاء الاصطناعي. حيكون معانا في القسم الأول دكتورة شهيناز، والقسم الثاني دكتور أنور. دكتورة شهيناز عبد الرحمن هي أستاذ مشارك في تكنولوجيا التعليم، مدرب بمركز جامعة الخرطوم للتدريب المتقدم، مدرب معتمد من شركة جوجل، وقائد فريق جوجل لمعلمي السودان، وأحد قادة مجتمعات جوجل للمعلمين في مجموعة الشرق الأوسط، أفريقيا وأوروبا، كما أنها مدرب معتمد من شركة مايكروسوفت، وسفير أهداف التنمية المستدامة في التعليم، وسفير المهارات الرقمية من شركة جوجل. دكتور أنور دفع الله متخصص في تكنولوجيا المعلومات، أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر، وباحث في الأمن السيبراني، مؤسس ورئيس مؤسسة الباحثين السودانيين، مترجم لتيد، ومنظم وأمين تيدكس. ساهم في ترجمة أكثر من 1600 محاضرة للتيد من الإنجليزية إلى العربية. الرئيس السابق لقسم الحاسب الآلي بجامعة أوليستر بقطر. نشر أكثر من 24 بحث في المجالات العلمية، في مجلات علمية ومؤتمرات دولية في مجالات التنقيب عن البيانات وأمن المعلومات والخصوصية. حاصل على دكتوراه وماجستير علوم الحاسوب جامعة جونج بوك الوطنية من كوريا الجنوبية. ممكن حاليا دكتورة شهيناز هتبدأ، وإن شاء الله تكون ورشة مفيدة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا سلام عليكم جميعا، أتمنى الجميع يكونوا بخير وآمنين إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يعيد لنا وطننا آمن معافى مستقر خالي من المشاكل إن شاء الله يا رب، وكل حاجة ترجع أحسن مما كانت. واليوم إن شاء الله نحن حنتناول موضوع قمة في الأهمية لكل الناس اللي بيبحثوا عن عمل، الشباب اللي بيبحثوا عن عمل، بالإضافة للناس اللي أصلاً يعني شغالين في مجالات، أو حتى في الظروف الحالية اللي الناس طلعت فيها برا البلد وبدأت تبحث عن فرص عمل في أماكن أخرى. كلنا عارفين طبعاً إنه المهارات الرقمية أصبحت أساس الحياة، وأصبحت المحرك الأساسي في مجالات وفي بيئات العمل كلها. ودي أهمية الورشة التدريبية بتاعتنا اليوم، وخصوصا طبعا انه الذكاء الاصطناعي اصبح يفرض نفسه في جميع المجالات، وفي يعني حتى في شغل المطبخ الذكاء الاصطناعي فرض نفسه علينا، فبالتالي نحن ما حنكون بمعزل عن التطور الحاصل حوالينا، ولا حنعزل نفسنا عن كل الامكانيات المتاحه اللي بتدينا لها المهارات الرقميه اللي احنا المفروض ناخدها، بالاضافه لانها اصبحت أساسي لمجالات العمل ومن مهارات القرن الحادي والعشرين المطلوبة في كل المجالات. طيب، أنا هأتكلم حاجة بسيطة عن المهارات الرقمية اللي إحنا حنتناولها مع بعض اليوم، وأهميتها ووجودها في مهارات القرن الحادي والعشرين. وأغلب الحاجات أنا ما هتكلم عنها كثير عشان أنتقل للعمل والتطبيقي طوالي. طيب، المهارات الرقمية في بيئة العمل كل المعارف knowledge، كل القدرات أو المهارات والسكيلز اللي بنحتاجها عشان نستخدم تقنيات المعلومات الاي تي ولا الاتصالات الكوميونيكيشن بفاعليه في اداء المهام والواجبات بتاعت وظائفنا، ونرتقي بانتاجيتنا في العمل عشان نكون منتجين في مجال العمل، عشان لما نعمل حاجه ولا نكتب تقرير ونرسله عبر الايميل ولا نتواصل مع جهه، ولا حتى التقرير لو نحن كاتبينه اكثر من نفر نعدل عليه وكيف ونرسله باقل جهد وبأفضل إمكانيات متاحة عندنا. دي المهارات اللي احنا هنتكلم عنها اليوم، وغيرها أكتر منها كمان كتير. عندنا أنواع كثيرة من المهارات الرقمية في بيئة العمل، نحن ما حنتناول طبعا وما بتكفينا الجلسة إنه نتناول كل المهارات الرقمية، لكن حنتكلم عن جزء كبير منها ويعني بشكل عام كده، وبعد كده الناس طبعا حسب أغلبها تكون معتمدة على الممارسة بشكل كبير. المهارة الأولى اللي هي مهارات استخدام الحاسب، وهنتكلم عنها الليلة في جزئيات كبيرة مهمة عندنا في أعمالنا. التدريب الرقمي، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التعلم والتدريب الرقمي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دي أعتقد أغلبنا بيستخدموها، بس المهم إنه نحن نكون بنستخدمها بصورة آمنة وبصورة واعية. المهارة الرابعة مهارات تصميم وإنتاج الوسائط الرقمية،
والمهارة الخامسة اللي هي مهارة التسويق والتجارة الإلكترونية، اللي هي غالبا كمان بنستخدمها كثير في مجالات كثيرة، وحاليا أغلب الحاجات عندنا برا بقت معتمدة على استخدام مهارات التسويق أو مهارات التجارة الإلكترونية. أنا هشتري حاجة، هبيع حاجة، كلها معتمدة على الإنترنت والمهارات الرقمية. طيب نحن اليوم بشكل أساسي أول حاجة جلستنا دي هي أصلاً بتصب في المهارة الثانية دي، اللي هي مهارة التعلم والتدريب الرقمي. مجرد إنه نحن عرفنا كيف نخش الزوم، وكيف نتعامل مع الزوم، كيف نحضر من خلال الزوم، وكيف بعد شوية حتى ندرب باستخدام الزوم بإذن الله. اليوم يعني نحن براكتيكالي نفذنا المهارة الثانية دي. المهارة الأولى اللي هي مهارة استخدام الحاسب الآلي، دي نحن حنتكلم عنها بشكل أكبر اليوم، وحنتكلم عن حاجات كثيرة بتخصها، بالإضافة للمهارة الرابعة تصميم وإنتاج الوسائط الرقمية بشكل كبير كمان. ممكن نكون يعني to be covered يعني، لكن ما حنقدر إنه نتكلم عن كل الحاجات الموجودة أمامنا والمهارات الموجودة دي. طيب بشكل عام لو نحن حنتكلم عن مهارات استخدام الحاسب الآلي والبرمجيات، في حاجات محددة لازم نكون نحن عارفينها. في برامج أساسية نحن بنستخدمها يوميا، برامج او حزمه مايكروسوفت اللي هي ناس الوورد والاكسل، الاوفيس، حزمه الاوفيس كلها، الوورد اللي هي معالج نصوص، الاكسل اللي هو الجداول الالكترونيه، الباوربوينت، العروض التقديميه وغيره. وان شاء الله نحن اليوم ما حنتكلم عن تطبيقات سطح المكتب، لانه حتى تطبيقات سطح المكتب حاليا انا ما بقدر اقول عفى عليها الدهر ابدا، لكن التطبيقات الموجوده اون كلاود او الموجوده اللي بنقدر نستخدمها اونلاين فيها امكانيات كبيره جدا. حتى فكره انه انا اتيح يعني، حتى لو الناس قالت انه الحاجات الموجوده اونلاين انا كيف استخدمها، وانا ممكن يكون عندي حاليا زي في ظرفنا في السودان ده عندي مشكله في الانترنت، عندي مشكله في الاتصال، عندنا امكانيه انه نخلي الملف متاح اوفلاين عشان نقدر نعدل عليه ونتعامل معاه، ومتى ما يجي الانترنت التعديلات اللي انا عملتها هتترفع في الكلاود مره ثانيه ويكون موجود واقدر افتحه من اي مكان. طيب دي كلها حاجات نحن حنتعرف على بعض منها اليوم، نحن ما حنقدر نتكلم عن كل الحاجات لكن يعني حنتكلم عن جزء كبير من الأشياء دي. مهارات التعلم والتدريب الرقمي حاجات مهمة شديد، وكمان نحن زي ما كلمتكم إنه اليوم جلستنا دي هي جزء من هذه الأشياء، اللي هي قدرتنا على إنه نشارك في دورات تدريبية، في برامج تدريبية عبر الإنترنت، نستخدم التطبيقات حقت التعلم الرقمي زي الزوم اللي احنا مستخدمينه الآن، منصات إدارة التعلم بشكل عام يعني تعلم رقمي تفاعلي، أرسل مسج حتى داخل الاجتماع، ولا أعمل شير للشاشة، ولا أستخدم أي نوع من أنواع التواصل عبر التطبيق اللي انا بستخدمه. دي مهارات تعلم، مهارات تدريب رقمي، وما حتكلم عنها كلها زي ما هي واضحه قدامكم. مهارات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كثيره طبعا ومتعدده، واهم حاجه في الموضوع ده انا باكد عليها انه انا استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصوره واعيه، ما اي حاجه انا بنشرها، وما اي بوست يجيني انا بعيد ارساله للاخرين بدون ما اكون متاكد منه، خصوصا في الظروف اللي احنا عايشين فيها حاليا وبلدنا عايشه فيها حاليا، انه الكلام ممكن يكون ما مؤكد، ممكن يكون فيه نوع من انواع الاشاعه، اكون انا مروج للاشاعات، ممكن يكون فيه حاجه بتضر الناس. فدي حاجات كلها لازم نعمل حسابها ونهتم بانه مهاره استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتي تكون ذكيه، تكون واعيه. يعني كل الحاجات اللي بقت حوالينا بنقول عليها سمارت 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 سمارت، ما ممكن نكون نحن الفئه الوحيده الغير سمارت في الموضوع ده، ودي اهم حاجه حاليا في الوضع خصوصا ان احنا موجودين فيه حاليا، فكره التفاعل مع الاخرين عبر مهارات التواصل الاجتماعي. مهارات تصميم وانتاج الوسائط الرقميه عديده، فكره الفوتوشوب، بعدين انتبهوا انه دي حتى ممكن تكون بتصب في الفاتت، النقطه الفاتت او المهاره اللي قبلها. حاجات كثيره بتجينا بالفوتوشوب فيها تغيير، فيها صور مدبلجه، انا لازم يكون عندي وعي بسيط انه انا اقدر افرق الحاجه، حتى الصوره المنتجه بالذكاء الاصطناعي ولا الصوره المنتجه مدبلجه باستخدام الفوتوشوب ولا بالالستريتر ولا اي حاجه من البرامج الموجوده، بقدر اعرفها، انا بقدر استخدمها حتى في الامكانيات البسيطه منها، في الفاندمنتالز، ما بتكلم عن كل الامكانيات المتاحه لكن البسيطه المتاحه عندي، بقدر انتج فيديو، بقدر انشر الفيديو، بقدر اصمم جرافيك، دي حاجات بسيطه نحن لازم ننتبه انه مطلوبه مننا في سوق العمل،
كمان مهارة حل المشكلات والتفكير النقدي من المهارات المهمة جدا لازم ننتبه لها، إنه أنا بقدر أفكر تفكير منطقي، بقدر أفكر في الحاجة بطريقة علمية، بقدر أنظر للمشكلة من الزوايا المختلفة بوجهات نظر مختلفة، بقدر أحلل الموضوع، أميز بين الحقيقة والإدعاء غير المثبت. دي كلها حاجات لازم نحن ننتبه إنها دي مهارات لازم تكون موجودة عندنا وبتسمى مهارات رقمية. بعدين مهارة التسويق والتجارة الإلكترونية اللي هي زي ما قلنا إنه أنا بقدر أسوق عبر محرك بحث محدد، لو عندي عمل بعمله، لو عندي مشروع جديد أنا عملته، ولا أنا حتى شغال في شركة ولا في أي مؤسسة تانية، بيكون مطلوب مني بعض المهارات الأساسية يعني المتعلقة بالتسويق والتجارة الإلكترونية، حتى لو أنا بشتري أنا نفسي أنا من موقع إلكتروني ولا من غيره، لازم أكون عارف الحاجات الأساسية البسيطة الممكن أستخدمها، أقدر أستخدمها وأسيطر بها على طريقتي في إدارة حتى مشترياتي أنا الخاصة عن طريق التجارة الإلكترونية. طيب اليوم إن شاء الله أنا حاتكلم عن حزمة الأوفيس 365، وحاتكلم كمان عن الجوجل وورك سبيس، حابدأ بالمايكروسوفت 365 لكن ما حاتكلم عنه كثير، هتكلم عن حاجات أساسية موجودة فيه وبسيطة وممكن تسهل علينا الشغل بطريقة ممتازة، يعني ما كثير بنستخدمها وبنستخدم كثير تطبيق سطح المكتب، أو بنصير على إنه نحن ننزل نسخة الأوفيس على سطح المكتب ونشتغل بالأوفيس الموجود على سطح المكتب، في حين إنه نحن متاح عندنا الأوفيس 365 اللي إمكانياته عالية جدا ومتاحة للجميع وممكن أستخدمه حتى لو من موبايلي. أنا عارفة إنه الناس الموجودين معنا حاليا في الاجتماع ده خصوصا الموجودين في السودان كثير منهم فقدوا أجهزتهم، فقدوا لابتوباتهم، ما عندهم غير الموبايل شايلينه هسي في يدهم وبيحضروا معانا في الميتنج ده وفي الزوم ده، مشكورين اصلا جهد كبير وما متوقع في الظرف حاليا مارين به، وتشالنج يعني تحدي كبير انه الناس حتى تحضر يعني، وانا بشكركم على انه اصلا يكون عندكم الرغبه انكم تحضروا تطوروا نفسكم، لكن ده المجال الوحيد اللي احنا ممكن نرجع به افضل مما كنا، انه نحن نطمح للمزيد دائما. حوريكم انه نحن ممكن نستخدم حزمه الاوفيس 365 حتى من موبايلاتنا، حاليا في اوفيس 365 انا بقدر افتحه من الموبايل. حاليا مثلا انا فاتحه هنا في النت، خلوني افتح بس صفحه جديده، عندنا حاجه اللي هي انا بدخل فيها، بدخل لكل التطبيقات الخاصه ب مايكروسوفت 365، خلونا نشوف حاجه اسمها الون درايف. الون درايف اللي هو خدمه تطبيق خدمه سحابيه او تخزين سحابي خاص بمايكروسوفت، انا من خلاله بقدر اخزن كل المستندات الموجوده عندي. وانتبهوا دي واحده من المشكلات الكبيره جدا اللي واجهت الناس في الفتره اللي فاتت، انه ناس كثيره فقدت شهاداتها لانها طلعت من بيوتها من غير ما تشيل حاجاتها معاها. فنحن لو كان بنستخدم من البدايه الخدمات التخزين السحابي، نحن حاجاتنا أصبحت على الأقل عندي صورة سوفت كوبي موجودة عندي في الدرايف، في أي لحظة أنا لما أفتح خدمة التخزين السحابي بتاعتي بقدر أنزل نسخة طبق الأصل من الحاجة الموجودة عندي وأقدر أستعملها عادي، وما بكون فقدت كل حاجة يعني. فقدت الهارد كوبي نعم ممكن أكون، لكن السوفت كوبي على الأقل موجود، في ناس فقدت السوفت والهارد. فدي واحدة من الحاجات المهمة جدا احنا لازم نهتم بيها. شايفين انا لما كتبت ون درايف دخلني الصفحة دي اللي هي صفحة مايكروسوفت الأساسية، هنا في حاجة اسمها مايكروسوفت 365، عندنا الون درايف، عندنا طبعا تطبيقات خاصة بالبيزنس وغيره، في طبعا الخدمة دي فيها المدفوع وفيها المجاني. طيب انا لو دخلت على الون درايف اول حاجة مطلوبة مني طبعا تو ساين ان، تمام، اسجل دخول. انا مسجلة دخول هيدخلني طوالي، لكن لو ما مسجلة دخول عادي بس أنا هكتب الإيميل والباسورد وهاخش. الون درايف بيشتغل حتى لو استخدمت إيميل ما جوجل، حتى لو كان الإيميل اللي أنا بستخدمه ما جوجل أنا عادي ممكن أخش للون درايف. طيب شايفين هنا لو أنا فتحت المربع ده، المربع في الأعلى هنا، شايفين أنا كبرت شوية، هنا المربع في الأعلى ده بيديني خدمات مايكروسوفت، هذه مايكروسوفت 365 بالاضافه لانه هنا في الاوتلوك، في الون درايف وفي غيره، الوورد، الاكسل، الباوربوينت، كل الحاجات دي موجوده عندنا هنا. الاوتلوك طبعا اللي هو خدمه بريد الكتروني. طيب الخدمات اللي هسه نحن لازم نكون عارفينها، خدمه الاوتلوك اللي هي بريد الكتروني انا هستخدمه ديفينتلي
في كل المجالات. الون درايف التخزين السحابي زي ما تكلمنا قبل شويه عن اهميته، انه انا حرفع فيه ملفاتي عشان ما تضيع مني واقدر اشتغل فيها وين ما كنت. الوورد نحن عارفينه طبعا، كتابه تقارير، برنامج كتابه ومعالجه مستندات، الاكسل اللي هو البرنامج الحسابات او الشيتس مقابل له في جوجل، هنا الباوربوينت اللي هو بستخدمه للعروض التقديميه والبرزنتيشنز. دي الحاجات الاساسيه حنتكلم عنها، بالاضافه طبعا لانه في الفورمز اللي انه انا ممكن استخدمها ل مثلا اعمل استبانات والاختبارات ولا غيره. في التيمز اللي هو عباره عن منصه متكامله ال ام اس ممكن نقول عليها، وبالاضافه لانها فيها برنامج الفيرتشوال رومز اللي هي زي الزوم اللي احنا موجودين فيه حاليا. طيب دي برامج مايكروسوفت الاساسيه، انا اتكلمت عن الاساسي، لسه في طبعا الكالندر، في السكايب اللي هو برضه فيرتشوال رومز، في تو دو ليست، في الديزاينر، شايفين دي كلها حاجات لو استخدمتوها هتلقوها جدا رائعه، وكثير منها مدمج فيها خدمات خاصه بالذكاء الاصطناعي، حيتكلم عنها بشكل منفصل بعدين دكتور انور. طيب انا عايزه اجيب اي ملف من الملفات الموجوده عندي هنا، يكون ملف وورد. طيب مثلا خلوني افتح ده. طيب انا فتحت ملف هنا، ملف وورد عادي. طيب انا الوورد لما اجي افتح ملف الوورد، الملف ده انا ممكن استخدمه، شايفين لو جيت فتحت نيو، لحظة بس خلوني اوريكم حاجة قبل ما ارجع ليه، ده من التمبلتس، عندهم تمبلتس كثيرة جدا جدا وقوالب انا ممكن استخدمها جدا افكتيف ورائعة، وكمان بتقلل كثير الزمن اللي انا هاخده عشان انا اصمم تصميم. حتى في مستندات الوورد يعني انا هحتاج اصمم تقرير ولا اصمم غيره، هنا التمبلتس موجودة، القوالب موجودة، ما علي إلا أنا أختار من القوالب الموجودة وأستخدمها بشكل عادي. كثير بنتكلم عن السي فيز المتوافقة مع برامج الاي تي اس، هنا عندنا طوالي، بقدر اي كان كرييتد طوالي من هنا او اي كان بريفيو ات زي ما تحبوا. يعني عندنا كمان اشكال كثيرة، لكن دي عبارة عن سي في متوافق مع الاي تي اس ممكن استخدمه، بس انتبهوا بعدين للكيوردز، انه انا بس باخذ الكيوردز الموجوده في الموقع الوظيفي المحدد او في اعلان الوظيفه، لازم تكون موجوده عندنا هنا متوافقه، لكن كسيست اجراء السيستم كنظام خطوط وتنسيق وغيره ده الاي تي اس هنا. بعد كده انا طبعا بعدل عليه. دي كلها خيارات الموجوده عندنا هنا بتاع التنسيق، شايفين في الميتنج نوتس، في الريزمي هذه موجودة عندنا، دي كلها شايفين، دي كلها تمبلتس، حتى التقارير شايفينها ستودنت ريبورت حتى بالشكل الجميل الموجود عندنا ده، شايفين جروب رايتنج بروجكتس، دي ستودنت ريبورتس، دي الويكلي اساينمنت شيت، دي كلها حاجات انا ممكن استخدمها. حتى الويكلي اساينمنت ما لازم لطلاب طبعا، يعني حتى ناس الاعمال يعني بيستخدموها بشكل كبير جدا في اعمالهم. دي كلها خيارات شايفينها، دي كلها خيارات او تمبلتس موجوده عندنا. طيب خلونا نرجع للملف حقنا، ده الملف خلاص. انا عندي موضوع هنا، طبعا قصه التايبنج دي انا ما هتكلم عنها، انا ما علي الا انه انا يكون الملف بتاعي زي انا يعني انا هسي حاليا هحكي لكم عن حاجه موجوده عندنا في الملفات او في مستندات الوورد الموجوده اونلاين الممكن استخدمها في التطبيقات الخاصه بمايكروسوفت 365، وفيها إمكانيات عالية جدا ممكن تسهل علينا الشغل. طيب شايفين هنا على الجهة في الأعلى فوق هنا، أنا هقرب تاني أكبر، شايفين هنا العلامة دي، العلامة دي الديزاينر، الديزاينر ده يعني حتى لو أنا بعد ما خلصت الشغل بتاعي الديزاين بتاعي ما عاجبني، أنا عادي ممكن أختار من الديزاينز الموجودة عندي هنا، شايفينها طوالي بتظهر عندنا على الجهة اليسار، أنا هرجع تاني عشان تظهر، شايفين اللي هي العلامه دي موجوده هنا في الاعلى، في انا ضاغط هنا هوم، موجوده هنا في الاعلى على يمين الشاشه، هنا طوالي بتظهر معاي ديزاينز مختلفه، انا لو اخترت اي واحد منهم طوالي بغيرها تلقائيا هنا بالوان الكلمات بالحروف بكل حاجه موجوده فيها، تمام. طيب حاليا الملف الموجود قدامنا ده مثلا شايفين تايتل اي اي ان كونفليكت ريزوليوشن، ده عنوان. يلا انا في حاجه مهمه جدا عايزه انبه لها، البرامج دي فيها مدمج جواها كثير من الحاجات الخاصه بالذكاء الاصطناعي،
الديزاينر ده جزء من حاجات الذكاء الاصطناعي، لانه بيتعرف على اي حاجه فيها تكست ريكوجنيشن بشكل كبير، ممكن تكون او تعرف على الخط، تعرف على الصوت، تعرف على بصمه الوجه، الحاجات زي دي كلها ممكن تكون علاقتها كبيره جدا جدا بالذكاء الاصطناعي. طيب حاليا الملف بتاعي ده الديزاينر بيقدر يقراه كامل، مثلا انا محدداه هنا بالسلايدز، شايفين بالسلايدز، حتى انه سلايد 1 حقتي هتكون عن كده، سلايد 2 عن كده، دي عناوين يعني تعتبر. طيب في حاجه مهمه كمان عندنا، فكره انه انا، خلوني اكبر الشاشه، اصبح في البرامج كلها الداخله في التطبيقات الداخله في 365 اونلاين فيها امكانيات عاليه جدا، انها مربوطه مباشره بالحاجات الموجوده اونلاين ولا في الانترنت مباشر. يعني مثلا انا لو عايزه ادرج لينك، ولا عايزه ادرج صوره، حتى لو حتى الصور الموجوده عندي ستوك موجوده اونلاين، سيرش اون ويب، انا ممكن اي كان سيرش اون ويب دايركتلي هنا. طيب مثلا كتبت اي اي بس وضغطت، يلا في خيار مهم جدا جدا، انتبهوا هنا في الكرياتيف كومونز اونلي، انا لو علمت عليها بتجيني فقط الحاجات المسموح باستخدامها، حاجات انا ممكن استخدمها من غير ما تسبب لي مشاكل، ما حيسالوني فيها. اما لو شلتها هتظهر صح خيارات اكثر، لكن ممكن يكون فيها مشكله بالنسبه لي لان مش كلها مسموح باستخدامها. طيب دي واحده من الحاجات، بالاضافه لانه يعني حتى خيار انه انا اختار مثلا، بس ما حاقوله هنا طبعا في ال، ما حيكون في الوورد، يعني هتكلم عنه بعدين في الباوربوينت، فكره انه انا اضيف فيديو مثلا في الباوربوينت ولا غيره، كلها متاحه بالنسبه لي وسهله وبسيطه. اونلاين فيديوز اهي دي موجوده، لكن بس انا شايفه انه ما منطقيه انه انا حاضيف فيديو طبعا في ملف وورد، يعني ما منطقيه. طيب انا نفرض انه انا صممت كتبت كلامي كله، في حاجه مهمه جدا انه انا لازم كل حاجه هنا اكون عامله كما هي مطلوبه. يعني مثلا ارجع لهم هنا مره ثانيه، التنسيق الستايل بتاع الخط لازم، مثلا انا لو ده هيدنج هيكون مثلا هيدنج، ده تايتل هخليه تايتل، تمام، ده هيدنج هيكون هيدنج، لو عندي عنوان جانبي مثلا، عندي نقاط لازم تكون النقاط موجوده على شكل نقاط، لانه انا هوريكم كمان تقنيه خاصه بالذكاء الاصطناعي، انه انا من هنا ما محتاج انه انا اعمل الباوربوينت بتاعي من هنا، انا الباوربوينت بيعمله لي تلقائي، انا ما بتعب فيه يعني، تمام. كمان فيه خيارات كثيره جدا طبعا، اي كان يوز ات لما استخدم البرنامج ده، اللي هي فكره ديكتيت، انه انا ممكن املي البرنامج، تمام. طيب شوفوا، انا اول حاجه هختار اللغه من هنا، مثلا اختار العربي، سيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما عارفة بكتب انجليزي للأسف. طيب المهم انه عندنا امكانية، انه انا ما حاجي فيها كثير، بس انه عندنا امكانية انه انا املي البرنامج، والبرنامج to start right after my words. I can just dictate the AI and it will write whatever I'm saying. This is a very nice feature. طيب ده بشكل عام عن بعض الإمكانيات الموجودة في البرنامج وأنا ممكن أستخدمها بشكل عادي. طيب يعني فكرة التعرف على الصوت والكتابة دي من الحاجات المهمة، إنه أنا ممكن أستخدمها، حتى إنه أحيانا أنا سرعتي حتى في التايبنج ممكن ما تكون بالسرعة الكافية، لكن أنا لو استخدمت البرنامج بقدر أعتمد على سرعة البرنامج في الموضوع. طيب تاني في حاجة مهمة جدا، انه انا من الـ يعني حاليا انا دخلت برنامجين في بعض، برنامج الوورد، وانا ممكن اكتب عادي باستخدام الوورد ولا باستخدام الفويس داخل الوورد. تاني حاجة I can go to file هنا بعدين export. طيب انا I can export this file to PDF، احولها طوالي to PDF، and I can export it to PowerPoint، اخليه طوالي، يعمل لي طوالي ملف الباوربوينت بتاعي اللي انا عايزاه، البرزنتيشن، اعمل لي برزنتيشن. يلا شايفين بديني هنا تنسيق ديزاينز مختلفة،
انا ممكن اختار من الديزاينز دي، او ممكن حتى لو ما عجبتني الديزاينز اللي اداني لي اول اقول له مور ديزاينز، اديني ديزاينز اكتر. شايفين دي كلها ديزاينز واقترحها. I can choose any of this design. طيب انا اخترت ده، اخترت الاول ده، واضغط طوالي على export. هنا شايفين preparing slides, summarizing your content, adding slide theme. خلاص design theme عمل البرزنتيشن، اول ما خلص عمل الاكسبورت، بس هيديني انه الاكسبورت تم. مشكلة من ياخذ زمن طويل كده، انا في المشكلة. طيب خلوني ارجع هنا. طيب again file، بعدين export، بعدين export to PowerPoint، ونختار السلايدز شكلها، وذن export. ان شاء الله يعملها. لو ما عملها هنضطر نختار واحد تاني او ملف تاني. ملف يمكن فيه مشكلة لاني عملت منه قبل كده، يمكن ما يديني الخيار كامل. ايوه لا try again. شايفين؟ طيب خلوني أرجع أختار أي ملف تاني غيره. طيب اخترت ده. ليه الملفات دي كلها ضاربة؟ طيب نشوف ده. الله ما أعرف، عندي مشكلة شكله في البرنامج. خلوني أقفل. طيب طيب خلوني أفتح أنا من هنا وورد عشان نبعد عن المشاكل، ونفتح نشيله بس كوبي بيست، ونحاول نعمله مرة ثانية نشوف المشكلة وين. طيب أنا كده فتحت ملف وورد جديد اللي هو من هنا زي ما قلنا من المربع ده، فتحت ملف الوورد بتاعي طوالي، وهأبدأ أشتغل على ملف الوورد. طيب هشيل بس من هنا كوبي لأنه يمكن المشكلة في الملف بتاعي الأول، وأجيبه في ملف الوورد الجديد بلانك دوكيومنت. طيب ملف الوورد كده فتح، نفرض انه انا بكتب في تقرير ولا بعمل في اي حاجه. من المميزات كمان الجميله الموجوده في البرامج زي 365 اللي انا هشتغله اونلاين ده، انه انا عندي امكانيه مش اشتغل بس انا، لكن حتى لو معاي اخرين ممكن يشتركوا يشتغلوا معاي. انا هنا عملت بيست، لو عملت شير من هنا شير، شايفين؟ I can share it with others. يعني حتى الان انتم موجودين عادي ممكن تشتغلوا معايا على نفس الملف ده. شايفين هنا تحت في anyone with the link can edit. Just I have to copy. أول حاجة بس أي أعمل copy هنا، وحاجيبها حاليا هنا عندكم في الشات. لو أي زول فيكم ضغط عليها هيكون موجود معي في نفس الملف. تمام، أنا رسلتها في الشات. طيب خلوني أجرب أمشي فايل وأعمل export وإكسبورت to PowerPoint، وأختار شكل وأعمل export. يلا شايفين preparing slides, summarizing your content, adding design theme. Yay, your presentation is ready. Open presentation. طيب أنا كده فتحت البرزنتيشن اللي عمله لي الـ AI، هو التطبيق براه. شايفين طوالي حول لي الملف الوورد بتاعي لباوربوينت. شايفين جدا، يعني ما في أجمل من كده، يعني أنا ما حقدر أعمله أصلا أجمل من كده. شايفين يعني يمكن يكون عندي بعد كده إضافاتي أنا حاضيفها، لكن بالنسبة للديزاين يعني ما في حاجة أقدر أقول عليه. يعني شايفين سلايد 3، سلايد 4، سلايد 5، دي نفس العناوين اللي أنا كنت أخذتها عاملاها هيدنجز.
اي هيدنج خدته لي في شريحه براو، واضاف لي صوره متناسبه معاه وكل شيء عمله. شايفين ده برزنتيشن كامل معمول بواسطه الذكاء الصناعي. الحادي اخر سلايد ان كونكلوجن، ثانك يو فور اتندينج كيو ان اي. كمان شايفين جدا رائع، حتى لو شفناه في اي لحظه. بعدين في ميزه كمان في برنامج الباوربوينت حاليا، مثلا انا فاتحه هنا الباوربوينت، عنده برضو ديزاينر، كل شريحه من الشرائح دي انا موجوده فيها بيظهر لي هنا على الجنب الشمال اليمين عندي في الشاشه، في ظاهر طوالي الشكل بتاع ديزاينر. انا بختار الديزاين بتاع الشريحه، حتى لو كان الديزاين ده ما عجبني ممكن اضغط على اي ديزاين من الديزاينز دي بتتنفذ طوالي في الجنب هناك في الشريحه الحقيقيه. شايفين ما علي الا اضغط عليها وهي تتنفذ مباشره من غير ما اتعب فيها حتى كثير. شايفين جدا يعني حتى الاشكال بتاعتها رائعه وما فيها كلام. شايفين جدا يعني ممتازه، يعني حتى ما في اجمل من كده. حتى شوفوا لو عملتها على شكل سلايد شو، شوفوا شكل الشرايح دي كيف جميل، ما في كلام ما في كلام، ما كنت هعمله احسن من كده يعني. شايفين دي شرايح انتجتها، بس خليت البرنامج الوورد 365 يحول على طول من وورد الى بي بي تي، عمل اكسبورت. بس ده كل اللي عملته، انه عملت اكسبورت. طيب انا رسلت لكم في الشات اللينك، اتوقع انه لو ضغطتوا عليه هتقدروا تخشوا على نفس الملف بتاعي ده. اي زول ممكن الحبه او دخل عندنا ممكن يكتب اسمه بس هنا عشان نعرف انه قدر دخل. طيب ده بشكل عام عن استخدام بعض البرامج اللي احنا بنستخدمها اصلا على سطح المكتب، اللي هي البرامج الاوفيس العاديه. انا اتكلمت حاليا عن الوورد واتكلمت عن الباوربوينت، انه انا ممكن استخدمه اونلاين باستخدام المايكروسوفت 365. طيب في حاجه مهمه بعد كده انا هنتقل معلش لحاجات جوجل. انا اتوقع انه اغلبنا بيستخدموا جوجل اكثر يمكن من مايكروسوفت، لانه كلنا فتحنا موبايلاتنا الذكيه في يدنا اصلا باستخدام برامج جوجل، يعني بحساب جوجل. فبالتالي انا بفترض افتراضا انه اي زول فينا عنده اصلا حساب جوجل شغال به، اي زول فينا عنده حساب جوجل. فبالتالي هسه يمكن الناس حتى لو ضغطت على اللينك ما قدرت دخلت، يمكن ما حساب مايكروسوفت جاهز عندها، لكن ان شاء الله بتوقع انه حساب جوجل يكون جاهز. خلوني بس اوريكم وين بنلقى حاجات جوجل. كلنا عندنا جيميل، كلنا عندنا حساب جوجل فتحنا بيه موبايلاتنا زي ما قلنا. طيب انا لو دخلت اي صفحه جديده بتاعت جوجل، شايفين هنا في الاعلى فوق انا عندي علامه هنا بسجل بها دخول في حسابي. تمام، سجلت دخول في حسابي بايميلي وبالباسورد حقتي، خلاص بقت الصفحه دي مخصصه بكل الاعمال الموجوده في داخلها بنفس الايميل ده، هتخش لي بنفس الايميل ده. العلامه دي اللي هي التطبيقات الجوجل ابس، انا لو ضغطت على نفس الفكره اللي كانت قبل شوي في مايكروسوفت، عندهم نفس المربع ده اللي هو الابس. شايفينه الابس هذه موجوده هنا، الابس دي في اي لحظه انا ضغطتها بتظهر لي كل الحاجات دي، عباره عن ابلكيشنز انا ممكن تنفعني جدا جدا وهترفع مهاراتي الرقميه بشكل كبير جدا جدا. طبعا الجيميل لازم هنتكلم عن الجيميل ونشوف كيف بنستخدم الجيميل بشكل يعني عادي نتعامل معه، كيف نعمل اتاشمنت، كيف نرسل، دي حاجه مهمه جدا. طبعا اليوتيوب حاجات تصميم احنا ممكن ما نتناولها اليوم. الجوجل مابس لا غنى لنا عنها، طبعا بنستخدمها عادي في موبايلاتنا في من مكان لمكان، نتفرج اسيا انا بتفرج على السودان يومي بفتح الجوجل مابس دي، ولا الجوجل ايرث واتفرج على السودان من بعيد واشوف شكله شنو. الجوجل ميت اللي هو شبيه بالزوم اللي احنا موجودين فيه حاليا، عندهم جوجل شات عباره عن وسائل زي وسائل التواصل الاجتماعي زيه زي الواتساب ولا غيره، انه انا بستخدمه في الشات. عندنا الكونتاكتس حقيننا، ودي حاجه انا بنصحكم بيها في الظروف اللي احنا فيها دي، اكثر الحاجات اللي برضه ممكن نفقدها الكونتاكتس حقيننا. انا عندي ايميلات ناس، عندي رقم موبايل حقت ناس، عشان انا لو فقدت موبايلي او باظ او حصلت شوي فرمطته ولا اي حاجه ما تضيع مني الكونتاكتس. بس انا بقول لكم ارفعوا الكونتاكتس بتاعتكم هنا، حتى لما نسجل كونتاكت جديد سجلوا في حساب الجيميل بتاعكم، ما تسجلوا في الهاتف، ما تسجلوا في الشريحه، نسجلوا مباشر في الجيميل بتاعنا.
في الكونتاكتس، يعني انا عادي لما نيجي اسجل في التليفون بيجيب لي اصلا انه حتسجلوا وين في خيارات التليفون حتى، فبرفعه لما اختار انه انا حارفعه او احفظه لي في الجوجل اكاونت بتاعي، بجي بلقى هنا بلقى الكونتاكتس بتاعي كلهم هنا. تمام، عندنا الجوجل كاليندر والجوجل درايف اللي هو خدمة تخزين سحابي، برضو دي حنتناولها بالكلام، مهمة شديد. الجوجل فوتوز، البيزنس بلاي، جيمناي اللي هو تقنية خاصة بالذكاء الاصطناعي هيتكلم عنها غالبا دكتور أنور، أنا ما حيتناولها برضو هسي. ودي كلها خدمات كمان ممكن نستخدمها باستخدام البرامج الخاصة بجوجل. طيب خلوني أبدأ لكم بالدرايف. طيب نبدأ بالدرايف، شفنا بعض الحاجات اللي شفناها هناك، أنا هنا ما حكررها، زي الجوجل دوكيمنت ما حكرره هنا، الجوجل برزنتيشن ما حكرره. طيب خلوني أتكلم عن الحاجات الموجودة عندنا هنا. شايفين هنا نيو، أنا لو ضغطت نيو عندي فايل أبلود، هنا عندي فولدر أبلود. طيب أنا ممكن أحفظ حاجاتي كلها تكون موجودة عندي في فولدر في جهازي، أضغط على فولدر أبلود وأجي هنا في الفولدرز الموجودة في جهازي، مثلا مشيت الديسكتوب عندي وأرفع كل الحاجات الموجودة، مثلا اخترت ده وأجي أقول لي أبلود أبلود يس. يلا شايفين هنا بدأ أبلودينج الملف بتاع اللي اسمه نيو ده، وبدأ يرفع كل الملفات الموجودة فيه، فيه 41 ملف بدأ يرفعها كلها، حيرفع كل الملفات في الدرايف بتاعي، بتبقى موجودة عندي هنا. شايفين هنا عندي كم ملف موجودين في الدرايف، شايفين دي كلها ملفات موجودة في الدرايف. من أهم الملفات أنا عندي شهاداتي، هذه شايفينها مسميها شهاداتي عديل، دي لازم أساسية عندي من البداية، أنا لازم عندي ملفي وشهاداتي، حتى شهاداتي منفصلة حتى من جواها، فيها حاجات تانية، فيها أبحاث، فيها حاجات كان اشتغلنا مثلا مشاريع مع جامعة ييل، عندنا استشارات، امتيازات، شهادات تقدير، دورات تدريبية مثلا، دي كلها مؤتمرات، فيديوهات، دي كلها حاجات شايفين أنا بحتفظ بيها مباشر، بحطها في الدرايف بتاعي. طيب عرفنا الخطوة أنا بعملها كيف، بس عشان أحفظ حاجاتي إنه أضغط، شايفين اترفع خلاص 41 ملف، أوف 41 ملف كان اسمه مذكرين نجنو نيو. طيب خلوني أرجع هنا، أرجع لماي درايف، هذا شايفينه نيو اترفع عندي هنا. حتى لو أنا عايزة أشير حاجة موجودة عندي في الدرايف، ودي من الحاجات الجميلة جدا، يعني إنه حتى لو جهة طلبت مني شهادة من شهاداتي من حاجاتي اللي أنا وريتكم لها قبل شوية دي، I can just share it، يعني حتى I can share the whole folder، بس من الثلاثة نقاط اللي هنا دي أعمل share من هنا، شايفين share، لكن انتبهوا ما تعملوا copy link طوالي، share أول، عشان من الshare أنا بغير ال restricted دي، ال general access عندنا الديفولت بتاعه بيكون restricted عادة، ده الأساسي، لكن بس أنا بغيره من restricted لي أنا بس إلى anyone with the link، واختار الصلاحية بتاعت ال anyone ده يكون شنو. عادة لما أكون دار أشير مثلا شهادة ولا أشير حاجة زي دي، بخلي الزول طبعا فيور فقط، ما بخلي غير كده، وبعمل كوبي لينك وبمشي أودي اللينك دي للزول اللي عايز أرسلها لي عبر الإيميل، أرسلها عبر الواتس، طلب مني الحاجة دي بالواتس، طلبها كيف؟ ما علي إلا أرسلها بالجهة بالحاجة اللي أنا عايز أرسل بيها. تمام؟ ده باختصار عن استخدام الجوجل درايف، الجوجل درايف أو خدمة التخزين السحابي، من أهم الخدمات على الإطلاق، إنه أنا أستخدمه خصوصاً زي ما قلنا في الوقت اللي إحنا فيه ده، إنه نحن حالياً في وقت ممكن أفقد فيه حاجاتي في أي لحظة، حتى لو باظ الجهاز عندي، حتى مش أنا بتكلم عن الناس الموجودين في السودان ما زالوا حتى الآن، حتى الناس خارج السودان، أنا في أي لحظة لو الجهاز اللي في إيدي حصلت فيه أي مشكلة، لو أنا حافظ حاجاتي على شكل صور ولا غيره، ممكن ما أقدر أحصل على الحاجة دي مرة ثانية، فبالتالي يفضل انه حاجاتنا تكون مرفوعه كلها في الدرايف، اهم الشهادات، اهم الحاجات، الاولاد مثلا انا عندي لازم مرفوعه في الدرايف، عندنا ملكيه مثلا بتاعت بيت، زول عنده اي حاجه خليها وراه، احسن حاجاتنا الاساسيه المهمه كلها ارفعوها درايف، حتى الصور، حتى ذكرياتنا نرفع، ما معروفه الظروف لقدام يكون شكلها شنو، لكن حتى عندنا جوجل فوتوز اصلا في تلفوناتنا بترفع تلقائي على السحابه حقت جوجل فوتوز، دي كلها خيارات. ثاني شيء الدرايف نفسه انا ممكن اشير في مجال العمل، انا ممكن اشير ملف زي ما قلنا، وممكن اشير درايف كامل،
يعني انا ممكن اعمل جوجل اكاونت خاص بجهة العمل بتاعتي واشير درايف كامل، مش اشير ملف، يعني ده كله الدرايف بتاعي كله بكل الحاجات الموجودة فيه ممكن يكون كله شير، يعني مثلا تابع لشركة، تابع لمؤسسة، تابع لغيره. مثلا هنا انا لو ضغطت عليكم على الشير درايفز، عندي في الجهة اليسار في الشير درايفز مثلا، ده ملف شير with me درايف، مش ملف، درايف كامل، وده ماي درايف، ده الدرايف بتاعي انا. بالاضافه لانه حتى لو عملت سنسنج مع الكمبيوتر بتاعي، بيظهر، تظهر الكمبيوتر اللي انا منزل فيها الدرايف بتاعي تظهر لي هنا طوالي طوالي، حتى الكمبيوتر الحاجات الموجوده فيه بتترفع تلقائيا في الكمبيوتر، هنا بتترفع معي طوالي. تمام، دي كلها خيارات متاحه، وانا بالنسبه لي بتكون جدا في الدرايف التعامل معاه سهل وبسيط ورائع. كمان في حاجة مهمة جدا، إنه أنا حتى في أي لحظة حاليا الدرايف بتاعي مثلا كبير وحاجاته كثيرة، أنا I can search inside my drive، ممكن أفتش جواه، ممكن أفتش بالتايب مثلا، جيب لي بس الملفات البرزنتيشنز مثلا، أو لا ما عايزة البرزنت مثلا دي كلها، بس جاب لي كل البرزنتيشنز الموجودة عندي، ما عايزة برزنتيشنز، جيب لي من هنا قفلتها مثلا، جيب لي حاجات مرسلينها ناس محددين، جيب لي حاجات موديفايد توداي عدلت فيها الليله او عدلت فيها اخر 7 ايام، اخر 30 يوم، او كاستم ديت اند رينج، دي كلها خيارات حتى بتاعت بحث، يعني حتى لو كترت عليه الحاجات انا حاجاتي بتكون مرتبه وما ضايعه مني وما فيها مشكله، في اي لحظه ممكن استعيدها. طيب ده بحاجه بس بسيطه، الحاجات الاساسيه اللي انا ممكن استخدمها في الدرايف. الستورج بتاع الدرايف الموجود عندنا اللي هو 15 جيجا بايت، متاح عندنا 15 جيجا بايت حاليا. شوفوا انا الحساب بتاعي ده مستخدمه من زمن طويل جدا جدا، يعني يمكن قريب 15 سنه ما تميت ال 15 جيجا بايت، بس لسبب واحد، انه انا في كل فتره باجي بنظف الدرايف بتاعي، بخلي مساحه منه، ومش بخليها منه هنا بس، وبخليها حتى من التراش، لانه انتبهوا احيانا في ناس كثيره بتسال انه الحاجه اللي انا اخليتها ما فرغت لي مساحه، مثلا انا هسي مشيت لجوجل ايرث دي وعملت موف تو تراش، موف تو تراش مسحتها، بس بضغط على العلامه دي الثلاثه نقاط دي وبضغط موف تو تراش، هنا خلاص انا نقلته، يلا مشى التراش ده ما اتمسح، مشى التراش، لما اجي افتح هنا حلقاه ده موجود، شايفين موجود عندي هنا، بس ما علي ديليت فور ايفر، هنا انا عملت له ديليت بيفضي مساحه، لكن لو ما عملت له ديليت ما حيفضي لي مساحه، شايفين دي حاجات كثيره كلها انا لاغيها، انا لاغيها قبل كده وما ما مسحتها، لازم اعمل شنو هنا، شايفين دي كلها هنا مكتوب empty trash، لكن عموما هي طبعا it will be deleted after 30 days، لكن عموما ما بتفضي لي مساحه الا انا امسحها ولا استنى 30 days حتى تتمسح. تمام، دي باختصار استخدامات الدرايف الموجوده عندنا، سعته 15 جيجا، ممكن يشيل كثير من الحاجات الموجوده عندي. بنزل التطبيق عندي في الموبايل وببدا ارفع الحاجات حتى الموجوده في موبايلي طوالي بنفس الطريقه، بنلقى بس علامه الزايد دي موجوده، بعمل اما فايل ابلود او فولدر ابلود، فايل ابلود لو انا حرفع فايل واحد واحد واحد، حرفع الحاجات صوره صوره مثلا، مستند مستند، او فولدر ابلود لو انا خدت الحاجات دي كلها في فولدر واحد وحارفع الفولدر كله من الفولدرات حق تليفوني، هقول ارفع الفولدر ده كامل، هيقوم يرفع لي الفولدر كامل على الدرايف، وبجي بلقى موجود عندي في ماي درايف في الفولدرات الموجوده عندي في الخارج. تمام، دي باختصار عن استخدامات الجوجل درايف الموجوده عندنا هنا. طيب عرفنا الجوجل درايف وعرفنا مساحه التخزين السحابي الموجوده عندنا سواء كان في جوجل ولا في مايكروسوفت، الاثنين بيتيحوا لنا نفس الفكره اللي انا ممكن اضيف فيها ولا استخدم فيها النوع ده من الخيارات. طيب بس همشي لكم لحاجه هنا ما كنت حاخشها، لكن الجوجل سلايدز اللي هي اشبه بالباوربوينت عندنا هناك، نحن شفنا الباوربوينت اي كان ستارت فروم بلانك برزنتيشن او فروم تمبلت، بس خلوني اوريكم حاجه هنا متاحه في البرزنتيشنز الموجوده عندنا هنا. اول حاجه عندنا تمبلتس مختلفه، انا ممكن اختار اي تمبلت من التمبلتس الموجوده دي واستخدمه بشكل عادي. في حاجات بتخلي البرزنتيشنز اللي انا بستخدمها يعني تفاعليه بشكل كبير جدا وبتزيد امكانياتها، يعني مثلا احنا تكلمنا عن حاجات في
في قبل شويه في الباوربوينت الموجود عندنا بتاع مايكروسوفت، وذكرنا انه فيه امكانيات ممكن ما تكون يعني موجوده او متوفره عندنا في الحاجات الباقيه، لكن هنا في امكانيات كمان رائعه. خلوني بس اوريكم حاجه تكون فيها او استخدمنا فيها قبل كده. في حاجه اسمها سلايدو، اضافه بسيطه اسمها سلايدو، طبعا كلنا عارفين يمكن الكلاس بوينت نكون استخدمناه قبل كده، كمان هو اضافه ممكن تضاف للباوربوينت بتزيد تفاعليته. وهنا دي بتضاف، السلايدو دي بتضاف للبرزنتيشنز، الجوجل سلايدز، عشان تجعل السلايد اكثر تفاعليه. طيب خلوني انا ابدا اي حاجه حتى لو كان ما فيها، ما متاكده اذا فيه ولا ما فيه، ولكن بس عشان اوريكم الامكانيه الموجوده عنده. طيب ده برزنتيشن عادي، انا البرزنتيشن لما افتح السلايدز بتاعتي هي زي الباوربوينت العادي، ما علي لانه انا هكتب طبعا ولا اضيف الفيديوهات اللي انا عايزاه ولا اضيف الكلام اللي انا عايزاه، وانا بس كليكنج وبقدر اكتب عليها، بقدر اضيف فيديوهات زي ما شايفين هنا مثلا. طيب خلوني انا اديكم ده. شايفين مثلا دي السلايد اللي انا واقفه فيه حاليا ده، اللي اسمه ريت ماي ورك. طيب ده اللي هو حاجه معموله بسلايدو اللي هو اكستنشن، انا بضيفه هنا عشان اجعل البرنامج اكثر تفاعليه، المستخدمين من اي مكان ممكن يتفاعلوا معي باستخدام هذا النوع من البرامج، بس ما علي الا اعمل لوجن لسلايدو. شوفوا حاليا انا بفتح سلايدو، بس بضغط عليه بيفتح معاي بشكل جانبي داخل الملف، بيفتح معاي بشكل جانبي. شايفين هنا سلايدو فتح معاي بشكل جانبي، وهنا انا نقلني لسلايدو الموقع الالكتروني بتاعه، وقال لي اختار حسابك عشان ادخلك له، وانا اخترت الحساب. طيب هنا حيدخلني، اول ما دخلني هنا طوالي بدخلني في البرزنتيشن، طوالي يلا لاحظوا معي طوالي رجعني البرزنتيشن، نقل هو انا ما نقلت، نقلني طوالي للبرزنتيشن وبدأ يخش هنا فاتح سلايدو ده بجنب، شايفين؟ طيب انا هاعمل ارفع الشاشة دي، وعايزة منكم بس تخشوا حاجة اسمها سلايدو دوت كوم، اكتبوها في البحث، اكتبوها في البحث. اكتبوا سلايدو دوت كوم في البحث. سلايدو دوت كوم، وانا هديكم رقم تدخله، سلايدو دوت كوم جوين، اللي هو جوين، خلوني بس تو بريزنت يوزنج سلايدو. سلايدو دوت كوم جوين سيشن، يلا حيسألكم الرقم، أضيفوا بس الرقم. طيب لحظة بس، ممكن سلايدو. طيب يلا لاحظوا معي، انا هافتح لكم وورد كلاود، وعايزه يرجى، خلوني اكتب لكم، يرجى التعبير بكلمه واحده عن محاضره اليوم. طيب انا عايزه كل زول فيكم يكتب كلمه واحده، كلمه واحده بس، لكن هنخش سلايدو دوت كوم، هنكتبها في البحث سلايدو دوت كوم، تظهر لي طوالي ببدأ، شايفين هنا أضاف لي، ما علي إلا تو بريزنت من هنا. للأسف هنا قال لي ما ممكن أدخل. طيب خلوني أفتح، ما أعرف الليلة القصة شنو. طيب شوفوا أنا هعملها مرة تانية هنا، وهطلب منكم بس تخشوا سلايدو دوت كوم وتضيفوا لي بس كلمة واحدة، تعبير بكلمة واحدة عن محاضرتنا بتاعت الليلة، اللي هي في الاكستنشنز سلايدو هذه، وهضغط عليها واوبن ذا سايد بار سلايدو، هيفتح معايا السايد بار هنا، وتاني هكتب السؤال وهعمل
بريزنت وسلايدو عشان اشوف ردودكم. طيب ارجو انه الناس كلهم يكونوا قدروا اصلا كتبوها في البحث، كتبوا في البحث slido.com join، يرجى التعبير بكلمة واحدة عن محاضرة اليوم. طيب ايوه slido.com. شكرا يا دكتورة نعمة. طيب يلا شايفين I will present now. يلا عندنا واحد من اثنين، يا إما نكتب الرقم الموجود عندنا ده بعد كتبنا slido.com رسلته دكتورة نعمة، ممكن تضغطوا عليه وتكتبوا الرقم المكتوب عندنا ده، علامة الهاشتاج دي، الهاش ده بتلقوه موجود 7 4 2 6 0، الرقم ده تكتبوا الرقم ده أو امسحوا الباركود الموجود الكيو آر كود. تمام slido.com الكود 7 4 2 6 0 2 2، برضه رسلنا الكود في الـ طيب اضغطوا عليه واكتبوا لي كلمة واحدة. حاليا انا معي زول واحد، شايفين انا طوالي بيظهر معي هنا لو دخل زول ممتعة، في زول كتب ممتعة قيمة، شايفين بتبدأ الكتابة بتظهر عندي هنا، كل زول بيكتب لي كلمة بتظهر عندي. حاليا انا معي 2 participants، كل ما دخل زول بيبدأ العدد عندي يزيد، شايفين 4 شايفين، وورد كلاود دي اللي هي الخدمة دي او الفيتشر دي اسمها الوورد كلاود، اللي هي خدمة حتى مجانية، لكن بس المجاني بيدينا عدد محدد. لو لاحظتوا البرزنتيشن اللي فات لما جيت اشغل الفكرة دي فيه وبتشتغل لي، قلت لي ما عندك عدد كافي، لكن لاني استخدمت البرزنتيشن قبل كده، لكن حاليا انا بديت واحد جديد وعملته فيه، يعني حتى لو بديت عندي خيارات كثيره متاحه ممكن استخدمها جوه الوورد كلاود. حتى في مجال الاعمال البرزنتيشنز دي حاجه مهمه جديد، حتى وانا بشتغل يعني، حتى لو انا اليوم هقابل مثلا انا في شركه وهقابل اليوم مثلا مستثمرين ولا اي حاجه، وحاجه اشرح لهم هتكلم لهم عن مشروعي مثلا البروجكت مانجمنت، حتى لو انا هتكلم هاشرح مشروعي ده لاي زول للتيم بتاعي، انا محتاج لانه انا اعمل باوربوينت، وكل ما كان الباوربوينت بتاعي انتر اكتف كل ما كان اكثر متعه اكثر شدا للانتباه اكثر فاعليه، يعني حتى انا ممكن استفيد منه اكثر بعد ذاك، لانه حتى كل الخيارات الموجوده عندي هنا دي انا ممكن في اي لحظه بلقاها موجوده وبقدر افتحها واستخدمها واشوفها عادي في اي لحظه. شايفين دي كلها أسئلة الكلام اللي كاتبينه الناس، ده كله كلام كاتبينه، اي دور يكتب حاجه بتظهر قدامي، شايفين جدا حاجه ممتعه ورائعه والتعامل معاها سهل وبسيط. طيب طيب دي حاجة بسيطة بس اتكلمنا عنها، اللي هي فكرة التفاعلية في برنامج في برامج جوجل عموما او في جوجل سلايدز، اللي هو الاضافات. الاضافات دي موجوده في كل حاجات كثيره تانية، حتى مش بس دي، في حاجات تانية كثيره جدا ممكن استخدمها كاضافات، وموجوده في متجر جوجل ممكن استخدمها في اي لحظه. طيب في حاجه مهمه تانية، اذا انا الشغل بتاعي كثير طبعا من بعد الكوفيد 19 الناس بقت كثير من الاعمال بتعملها اونلاين عن بعد، صح؟ بنعملها من المنزل وبنستخدمه كتير زي الزوم اللي احنا بنستخدم فيه حاليا. هنا جوجل اضافت اضافه كانت جميله جدا ورائعه في مستندات الجوجل دوكيومنتس وفي الجوجل سلايدز، اضافت حاجه اللي هي انه انا اي كان بريزنت تو ذا ميتنج طوالي، شايفين؟ حتى ابدا الميتنج بتاعي نيو ميتنج من جوه الملف بتاعي ستارت نيو ميتنج، شايفين؟ يلا شوفوا الشكل اللي هيظهر عندكم، شايفين الشكل الظهر جانبيا ده. هسي انا عندي جوجل ميت فاتح، عندي جوجل ميت فاتح، هسي انا ممكن من هنا اشير المعلومات بتاعت الاجتماع معاكم، الميتنج ديتيلز هذه بتظهر معاي، الميتنج ده موجود جوه الملف بتاعي، الميتنج ده ما ميتنج عادي، الميتنج ده يعني حتى ما زي جلستنا الهسي، هو عباره عن
اجتماع حول ملف محدد. انا ما علي الا اشيل الميتنج ديتيلز، وبقدر اجيب الميتنج ديتيلز من هنا. انجولا شايفين كوبي. خلوني بس، لا ما عارفه لو ما يمكن ما يه... لو دخل لكم ما عارفه يمكن يطلعنا من ده ولا اللي بيحصل شنو، انا ما عارفه، لكن كده خلونا نجرب. زادت تكون تجربه يعني. رسلته. طيب رسلت لينك كده، جربوا اضغطوا اللينك. حاليا انا مجتمعه بيكم من داخل، من داخل الملف بتاعي ده اللي هو ملف باوربوينت. بس احنا عاملين اجتماع من جوه ملف باوربوينت. اي زول يضغط على اللينك هيلقى نفسه موجود جوه اجتماع. ايوه someone wants to join the call. شايفين I can view هنا، هنا بيظهر معاي شايفين admit admit admit. انا اضفت كم نفر للاجتماع شايفين، بس بس ببساطة بس عشان نجرب يعني. انا ما I will not admit all، لكن بس عشان نشوف الفكرة دي. شايفين شكلها انه انا هسي مجتمعة اجتماع حول برزنتيشن، حول الملف الموجود عندي ده حاليا. طيب I will leave the call. خلاص عادي ممكن نقفل حتى الناس اللي لسه في الكول. معلش انا نسيت انه انا to end the call for everyone. اطلعوا من الكول هناك وارجعوا للاجتماع اللي احنا موجودين فيه حاليا. طيب ده باختصار حاجه مضافه جديده اضافتها جوجل جديده في كل الملفات الموجوده عندها، سواء كان اكسل او الجوجل شيتس ولا برزنتيشن زي الجوجل سلايدز ده زي الباوربوينت ولا جوجل دوكيومنت اللي هو اشبه بالوورد، ملفات الوورد العاديه. طيب في حاجة تانية مهمة جدا أنا هتكلم عنها اليوم طبعا، اللي هي الإيميل. من مهارات المهمة جدا اللي لازم نكون كلنا بنعرف نستخدمها. طيب خلوني أبدأ من بدري شوية، اللي هو إنه أنا لو عايزة يا دوب أنشئ جيميل جوجل أكاونت. تمام. طيب شايفين انا طبعا عادي ممكن اكتب انشاء جوجل اكاونت او جوجل اكاونت ساين ان مثلا، حتى لو ضغطت الساين ان دي لانه بتظهر لي معاها. لا خلوني ارجع. ايوه ممكن هنا حتى في الايميلات حقتي الموجوده عندي I can add another account من هنا، وببدا يا اما انا ابدا يكون عندي ايميل عايزه اكتبه ولا create account for my personal use ولا for my child ولا for work or business. دي حاجات جدا مهمة، لأنه طبعا for my child معناه هنا طوال حينزل لنا حاجة اسمها الفاميلي سيفتي. الفاميلي سيفتي اللي هو أنا بقدر بعد كده أحدد زمن مشاهدة الشاشة للطفل، بقدر أحدد الحاجات اللي هو بشاهدها، بقدر أحدد التطبيقات اللي هو بنزلها، بقدر أشوفه بيعمل في شنو حتى في كثير من الأحيان. طيب I will use it for my personal use. أضغط for my personal use. عادي ما علي إلا أختار الاسم الأول أو أكتب الاسم الأول، أكتب الاسم الثاني ثم next، أختار البيرث باليوم وبالسنة. طبعا ما حكتب حاجة صح عشان ما تعرف العمر، وأكتب الير، أكتب لك حاجة صغيرة هنا شايفين 2002. أختار الجندر female بعدين next. يلا أداني اقتراحات شايفين، شاهين عثمان 9 at gmail، عثمان شاهيناز 140. create your own gmail address. I can use one of the suggestions و I can create my own. خلوني to use الواحد منهم. اعمل next. تمام؟ يلا بيسألني عايز مني password، انا اختار password. يفضل طبعا الباسورد بتاعتنا تكون قوية. دائما حاولوا قدر الامكان الباسورد تكون ما اقل من 8 حروف الى ارقام الى رموز الى كابيتال وسمول. لازم كلها تكون combination of all this. ما كتبتها غلط والله ما متذكرة كتبتش. طيب المهم نكتب. طيب شايفين اخترت باسورد وعملت لها كونفيرم ودخلتها. طيب قال لي حارسل لك فيريفيكيشن كود send to your phone. انا بختار انا موجوده في دوله، بكتب الفون نمبر بتاعي هنا وبرسل لي الفيريفيكيشن كود. خلاص بعمل فيريفيكيشن، انا خلاص بقيت عندي ايميل. ما حانشئ انا الايميل ده، ما حواصل فيه. تمام. طيب خلوني ارجع
طيب ده طيب انا هفتح الجيميل هنا عشان اوريكم يلا بعض الحاجات الاساسيه اللي احنا ممكن نعملها. طيب حاليا ده الجيميل مثلا، ده الجيميل بتاعي انا انشات مثلا جيميل. الجيميل ده بعد ده وسيله التواصل الاساسيه بيني وبين جهات كثيره جدا جدا انا ممكن استخدمه. عايزه ارسل لحاجه، عايزه اكتب طلب، عايزه اقدم تقديم، انا ما علي الا اضغط. يعني حاليا شايفين الجيميل بتاعي ده باللغه العربيه، انشاء، اضغط انشاء من هنا تمام، وهنا بكتب الايميل بتاع الجهه اللي انا عايزه ارسل ليها. لازم اكون دقيقه طبعا في اختيار الايميل، هنا طوالي هيجيني لو الايميل صحيح بتجيني الصوره بتاعت صاحب الايميل. اهتموا دايما بكتابه الموضوع، لازم الموضوع يكون قصير، الخانه بتاعت الموضوع دي تكون قصيره مكتوبه ومعبره عن الموضوع الموجود في داخل الايميل. يعني مثلا هكتب طلب التقديم على وظيفة مثلا أستاذ مساعد كذا 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 تمام، أو في جامعة كذا. طيب هنا بجي بكتب طبعا الكلام زي ما هو، بكتبه هنا جوه الرسالة بتاعتي. حاولوا بقدر الإمكان، أنا شايفة ناس كتار كمان لما يجوا يقدموا عادة بيكتفوا بإرسال السي في مثلا لجهة وما بيكتبوا النص الرسالة، دي حاجة يعني ذوقيا هي مش مناسبة. لازم لما أكتب أو أرسل لجهة أكون مرسلة الكلام مكتمل، أرسل رسالة تكون جميلة يعني عندها علاقة طبعا بالجوب بوست نفسه، أنا أشوف البوست بتاع الجوب نفسها وأكتب حاجات من السكيلز الموجودة عندي اللي بتتناسب معاها عشان تكون فرصة رؤية الإيميل أكبر إذا كنت أقدم بالإيميل. يعني تاني في حاجة مهمة شديدة اللي هي الاتاشمنت، أنا to attach something شايفين تحت هنا، أنا ممكن أرفق ملفات. وانتبهوا لحاجة إنه أحيانا الملف بتاعي لما يكون كبير ما بيرفقوا لي كملف لكن بيرفقوا لي كجوجل دوكيومنت. أنا برفق الملف من هنا، بضغط على إرفاق ملفات، ايوه بتدي صح، بتدي انطباع ما كويس. ايوه نكتب الموضوع بس ولازم نكتب الموضوع بالكامل. طيب هنا عربي، انا اخترت مثلا السيره دي، السيره الذاتيه شايفينها بدات ترفع هنا، طوالي بدات ترفع معاي، هنا رفعتها وما علي الا اكتب الايميل بشكل جميل منسق فوق هنا. وطبعا يفضل انه يكون عندي كفر ليتر او اقدم باستخدام خطاب محدد، اكتب انا خطاب تقديم للجهه وارفعه كمان كاتاشمنت، اضغط مره ثانيه الاتاشمنت واختار الكفر ليتر، هذا مثلا كفر، اخترت الكفر ليتر رفعته هنا، خلاص انا بكون الايميل بتاعي مكتمل. وكتبت الايميل بتاع الجهه اللي انا عايزه ارسل لها، كتبت العنوان، كتبت نص الرساله نفسها هنا وما علي الا اضغط لارسال. انتبهوا انه برامج كمان الخاصه بالجيميل فيها إمكانية جدا رائعة اللي هي فكرة الـ suggestions، وأنا بكتب بتدينا suggestions. مثلا لو جيت كتبت هالو، مثلا لو كنت برد على رسالة حق زول بيجيب لي الاسم طوالي ما بضطر أكتب حتى. مثلا applying مثلا، أنا بقترح يعني طبعا دي ما الطريقة الصحيحة اللي أنا أكتب بيها أصلا. يلا لاحظوا أنا عايز أكتب حاجات غلط اصلا عشان تظهر لي، شايفين طوالي هو بيعمل السجشن بتاعت الاملائي ولا التصحيح الاملائي، اصلا بيجيبوا لي سجشن اقتراح ام ابلاين، اضغط عليها طوالي بتتفعل معاي to the position. اوف يلا وهكذا. لو كان الايميل ده رد على ايميل زول اصلا بيجيب لي سجشنز بتاعت كلام تحت، دي كلها مربوطة برضو كمان بالاي اي، انه انا suggestions ولا الرد على رسالة زول طوالي بتقوم بيجيني كلام. يعني حتى لو بديت اكتب مثلا greetings ولا مثلا اكتب congratulations، اول ما ابدا اكتب الكلمة هو بتم علي اصلا تمام فور كده كده كده، لانه اصلا الايميل اللي فوق كان بيتكلم عن الحاجة الفلانية دي طوالي هو بيجيب لي suggestion تمام. المهم انا كتبتها وعندي الخيار زي ما قلنا بتاع التصحيح الاملائي موجود عندي هنا جوا في جوجل،
ما علي في النهاية إلا إنه أنا أرسل الرسالة باستخدام زر الإرسال ده لو كنت حارسلها الآن حالا. وفي خيار تاني جدا جميل، إنه أنا لو ما عايزة أرسل الآن ممكن أحدد وقت إرسال الرسالة. انتبهوا في حاجة مهمة شديد كمان، لما أنا أرسل الوظيفة يفضل إنه أرسل في الزمن اللي بيكون موصل الناس فيه شغالين في الوقت ده، يعني حيشوف رسالتي، يعني الدنيا عنده صباح هو في مكتبه، لا ينشغل نص اليوم وبيبقى مشغول شديد ما حيشاهد او ما حيفتح ايميله في اللحظه دي، ولا انه اجازه مثلا ما موجود، ولا انه بالليل ما موجود في مكتبه اصلا عشان يفتح. فيفضل يعني حتى لو انا هقدم لوظيفه انا بس بنصحكم فعلوا الخيار ده، حددوا وقت ارسال الرساله، بضغط عليها وبحدد مثلا شايفين هنا جايبه لي طوالي غدا في الصباح 2 يوليو الساعه 8 صباحا، وممكن اضغط عليها وتبقى كده انا جدولت الرساله بتاعتي، الرساله بتاعتي دي هتترسل في الوقت ده. تمام؟ طيب شايفين هنا ممكن اعمل عرض الرساله او اعمل حذف الرساله، اوقف الرساله قبل ما تترسل عندها ثواني كده، دي كلها في الاعدادات طبعا حقت الايميل. انا كده رفعتها السيره الذاتيه، رفعتها كفر ليتر، وكتبنا زي ما قلت الرساله بتاعتي هنا ممكن تكون مكتوبه، انا ما كاتباها، لكن شايفين هنا كاتب لي فوق ارسال الرساله المجدوله، نكبر شوية، شايفين كاتب لي هنا ارسال الرسالة المجدولة بتاريخ غدا 8 صباحا. انا في اي لحظة ممكن اضغط الغاء الارسال، يعني ده ذاته خيار كويس، انه انا في الوقت ده بكون بفكر في الموضوع، شايفة القصة من وجه تاني، عادي ممكن الغيها في اي لحظة وابدا اشتغل عليها. الخيار بتاع الترجمة كمان الموجود في البرنامج كمان من الخيارات جدا رائعة، انه انا ممكن اترجم الايميل. شايفين انا اتقدم، اهلا سيدي انا اتقدم الى منصب، ممكن في اي لحظة انا اترجم ودي طبعا من الحاجات الممتازة، انه لو انا شايف يعني مثلا انا قدمت يوم مثلا لجامعة في الصين، رسلوا لي الرد باللغة الصينية انا ما فاهم اي حاجة، فتحته ما فهمت اصلا هو دي ذاتها، بس العنوان بتاع الجهه اللي انا مرسله ليها عرفته انه انا دي الجامعه الصينيه اللي انا رسلت ليها، لكن الكلام المكتوب شنو انا ما كنت فاهمه، هو صح رفض يعني كان ما في داعي ذاتي اقراه ولا اترجمه، لكن المهم كان لازم اعرف، فقمت بس استخدمت خيار الترجمه ده وترجمت من جوه الايميل، ترجمته ورجعته، هذا ناسي ترجمته ورجعته، ترجمه الى العربيه عرض النسخه الاصليه بس، في عادي انا في اي لحظه برجعها زي ما كانت، والترجمه اقرا الكلام المكتوب من غير ما اتعب، انا ممكن اتعامل مع كل الجهات اللي بتتكلم كل اللغات عن طريق الايميل بدون ما اتعب في اللغه بتاعت المرسل او حتى المستقبل بالجهه الثانيه. طيب دي من الخيارات الممتازه الرائعه جدا المتاحه عندنا في الجيميل. طيب ده بالنسبه للبريد اللي انا بستقبله، انا استقبلته انا ارسلته هنا رساله. طبعا الايميل بتاعنا حسب طبعا اللغه، يعني يا اما القى البانر بتاع الفولدرات بتاعتي باليمين زي ما موجود عندي هنا، او يكون باليسار اذا كان انا شغاله باللغه الانجليزيه. حاليا أنا عندي هنا البريد الوارد، شايفين فيه رساله واحده، عندنا حاجه اسمها المميزه بنجمه، دي من الحاجات الممتازه جدا في اداره البريد. انا ممكن يعني مثلا شايفين ده، انا ممكن مثلا جوجل بايمنت دي انا ممكن اعملها مميزه بنجمه، الرساله دي مهمه بالنسبه لي، مهمه بالنسبه لي، هرجع لها وقت تاني، وعارفه انه الايميل بتاعي هيتملي، فانا يمكن ما القى فرصه انه اجي افتشها تاني، افتشها وين؟ بقوم بميزه بنجمه، بعدين لما نيجي افتشها بس بضغط المميزه بنجمه، شايفين؟ لقيتها اهي موجوده، ارجع في اي لحظه للبريد الوارد، او امشي مميزه بنجمه القى رسالتي الميزه دي، في اي لحظه ممكن اضغط على النجمه مره ثانيه اشيلها. اتس نوت مميزه بنجمه، خلاص اهي هنا ما في، ما عندنا رسائل مميزه. تمام؟ وهكذا، دي واحده من الحاجات المهمه جدا ان احنا بنستخدمها. البريد المرسل في اي لحظه بجي القاه هنا مرسل، الرسائل المؤجله لما اضغط عليها هنا بلقى الرسائل المؤجله بتاعتي، حاليا ما عندي رسائل مؤجله الى وقت اخر. شايفين؟ دي الحاجات الاساسيه، المسودات اللي هي شنو؟ اللي هي انا بديت اكتب ايميل ووقفته ما واصلته او ما ارسلته اي سبب، وقفته ما ارسلته ولا عملت لي حتى جدوله عشان يرسل في وقت محدد، دي بلقاها هنا في المسودات.
اي حاجه ارسلتها حلقاها في البريد المرسل، اي زول تواصلت معاه، اي رساله ارسلتها حلقاها موجوده في البريد المرسل هنا، تمام؟ دي كلها خيارات، بالاضافه لانه حتى التصنيفات الموجوده دي انا ممكن اضيف حاجه اضافيه، ممكن اضيف تصنيف جديد. خدت لي مثلا اي رساله حاليا مثلا هقول له تابع لجوجل، خدت عليه هنا سميتها دي جوجل، تمام؟ وحتى التصنيف ده ممكن احطه ضمن حاجات محدده لو عندي، لكن حاليا انا ما عندي تضمينات. اعمل انشاء، شايفين لو عملت انشاء قال لي تم انشاء تصنيف جديد، شوفوا مثلا شايفين هنا لو ضغطت المزيد عندي رسائل غير مرغوب فيها برضو بتظهر لي هنا. طبعا عندنا من ظهرت، خلوني اعمل ريفرش. الفرق شنو بين الرسائل المؤجلة والمجدولة؟ المؤجلة دي رسائل انا حتى ما قريتها، ما شفتها، محددة بزمن. ايوه هما الاثنين محددين بزمن، لكن دي شلتها انا ما يعني مثلا شايفين زي دي انا لو عملت لها زي قبل شوي احنا كان عندنا رسالة في المرسلة، في البريد المرسل المجدولة، هذه المجدولة، هذه الرسالة المجدولة ان احنا خطيناها قبل شوية، صح؟ دي رسالة مجدولة. اما الرسالة المؤجلة اللي هي رسالة انا يعني خطيتها اجلتها لوقت تاني، رسالة تم تأجيلها لوقت اخر، حتى ممكن اكون ما تعاملت معاه، يعني اوريكم اللي ممكن نعملها كيف. يعني مثلا لو جيت لاي رسالة، خلوني اكبر الشاشة لانه كده ما جاية، او اصغر لكم الشاشة في الحاجة، شايفين مثلا دي كلها رسائل موجودة عندي، صح؟ دي كلها رسائل موجودة عندي، لو جيت وقفت هنا انا هنا في الرسالة دي ممكن اعمل لها تأجيل لمتين، يعني انا ما حرد عليها الليلة، حرد عليها غدا، لاحقا هذا الاسبوع، نهاية هذا الاسبوع، الاسبوع التالي، ممكن اختار تاريخ ووقت محدد حيذكرني لها لما نيجي التاريخ ده، حيذكرني يقول لي عندك رسالة مؤجلة لتاريخ اليوم، بتجيني طوالي في الكالندر، تنزل في الكالندر. شايفين ده الفرق بين التأجيل، بين الرسالة المؤجلة والرسالة المجدولة. الرسالة المجدولة دي رسالة أنا عايزة أرسلها لكن ما هسي هجدول لها وقت، أعمل لها وقت محدد تمشي له. أما المؤجلة اللي هي أنا أجلت بس الرد عليها لوقت تاني. طبعا جوجل حاليا نزلت خدمة أنا عجباني شديد صراحة، اللي هي لو جاتني رسالة مطلوب مني فيها إنه أنا أرد على الرسالة دي، أو مثلا نفرض كان مثلا زول طالب مني مثلا عرض عمل محدد، عرض عمل جاني ومطلوب ارد له مثلا في خلال كذا يوم. في برنامج اي اي برضه بيتعرف على الخدمه دي مدمج داخل الجيميل، بطوال بيكون كاتب لي جنب الرساله، بتظهر لي جنب الرساله كده انه الرساله دي وصلتك قبل كده يوم، المفروض كان ترد عليها ما رديت، عايز ترد عليها الان، تظهر لي طوال زي ايكون كده جنب الحاجه. لكن للاسف لسه ما عندي رساله فيها العلامه دي، تمام؟ دي واحده من الحاجات المميزات الجميله جدا موجوده في البرنامج الجيميل. عاده انا بفترض او انا بالنسبه لي حسب تعاملي مع برامج الايميلات المختلفه اللي ممكن نستخدمها، الاوتلوك مثلا ولا الجيميل ولا غيره وغيره وغيره، الجيميل كان الافضل بالنسبه لي والاسهل في التعامل والاكثر فاعليه، يعني حتى فكره انه يجدول او يصفر الرسائل، يطلع بعد الرسائل في الجنك، الجنك اللي هو وين؟ الجنك ايميل او السبام، هنا اسمه السبام اللي هو الرسائل الغير مرغوب فيها، بيطلع رسائل فعلا غير مرغوب فيها. الهوت ميل مثلا قاعد يطلع رسائل مرات بتكون مش كلها مفروض تطلع في الغير مرغوب فيها، تمام؟ شايفين التصنيف اللي انا اضيفته قبل شويه سميته جوجل، هذا موجود عندي هنا جوجل. حتى اي رساله انا تجيني هنا ممكن انا طوالي اضيفها مثلا لتصنيف محدد، او شايفين فكره الارشفه برضو، انا شايفه قبل شويه سؤال عن الارشفه هنا انه انا ممكن اعمل ارشيف للسؤال طوالي، اعمل للايميل تمت ارشفت، وممكن اتراجع عنها طبعا طوالي، او ممكن ارشفها لوقت اخر اعملها في الارشيف. الارشيف عندنا موجود اصلا، شايفين اول حاجه حتى الرسائل زي ما قلنا بدينا نكتبها بنجي نلقاها موجوده عندنا
في المسودات في اي لحظه، وانا حتى المسوده ممكن الغيها. كيف السؤال ده جانا كثير برضو، كيف انا المسوده دي عملتها وممكن الغيها؟ عادي ما علي الا انه انا تو ديليت، بس ما علي الا اضغط هنا تو ديليت، خلاص تمت مسحها، مسحتها، شايفين مسحتها، ما عندي خلاص كده رسائل في المؤجل. طيب بالنسبه لي الرسائل اللي ارشفتها، السؤال اللي قبل شويه بس خلوني طيب تمام، شايفين حاليا انا عندي الرسائل دي، اصلا كل الرسائل انا ممكن اعمل لها فئات مختلفه، شايفين زي التصنيفات اللي عملناها قبل شويه، فئات، اعمل تصنيف، ادير تصنيف جديد، انشئ تصنيف جديد زي التصنيف اللي انا عملته ده ممكن. بعدين في خيار رائع جدا في جوه الجيميل، لو انا بستخدم اكثر من جيميل، اكثر من واحد، وما بقدر مره اشوف ده مره اشوف ده مره اشوف ده، ممكن اختار كل البريد دي، وبيقوم بيجيب لي كل الرسائل، حتى لو كنت مستخدم عدد من الايميلات مختلفه بيجيب لي كلها مع بعض في مكان واحد. دي من الحاجات الممتازه جدا جدا. تمام. طيب خلوني ارجع البريد الوارد. طيب ده البريد الوارد بتاعي، انا لو عايزه اعمل اي حاجه طبعا في اي رساله، انا اعمال حتى لو في اكثر من رساله واحده، انا ممكن احددهم واجي اختار من هنا عايز اعمل شنو، اختار شنو، الكل، اختار جزء، اختار الفيو النجمه بس، اختار ما عنده النجمه، وهكذا. دي كلها خيارات. ممكن اضع علامه على كل رساله، اخلي مقروءه، اشيل، ازيل التصنيف، اصنفها باسم محدد. شايفين حاليا انا عندي تصنيفات مختلفه، تصنيفات، عندي اشعارات، عندي جوجل دي اضفتها براي، عندي رسائل اجتماعيه، منتديات، رسائل، ممكن انشئ تصنيف جديد، ممكن زي ما شفنا نضيف نجمه، نضع علامه مهم زي دي، العلامه دي مهم، العلامه دي غير مهم، مش مهم خالص يعني، اعاده توجيه كمرفق، فلتره الرسائل الشبيهه بدي، اي رساله شبيهه بدي ما تجيب لي، اعمل تجاهل، تبديل في شريط الادوات، دي كلها خيارات متاحه وموجوده عندنا ونحن ممكن نستخدمها. الارشفه اللي هي انا ممكن ارشف بها، تمت ارشفت 4 محادثات، شايفين من هنا الارشفه، اعتبار جميع الرسائل مقروءه ممكن اعملها من هنا. كمان انا بلقى الاشعارات طبعا في مكان، الرسائل الاجتماعيه بلقاها في مكان، الرسائل الترويجيه بلقاها في مكان، الرسائل الاساسيه الموجوده عندي موجوده عندي هنا. تمام، دي كلها خيارات موجوده عندنا في البريد الالكتروني اللي انا ممكن استخدمها. شايفين حاليا انا اللغه عندي هنا اللغه العربيه، اللغه اللي انا مستخدمها اللغه العربيه، ادوات الادخال حتى ممكن اغير اللغه في اي لحظه وبسهوله جدا ممكن اغيرها، دي كلها خيارات. حتى فكره البانر الموجود جانبي ده انا ممكن اتحكم فيه من هنا، ارفع ازيده ولا انقصه ولا غيره، دي كلها خيارات متاحه انا ممكن اعملها. طيب شايفين هنا في أدوات موجودة عندنا جانبيا بنلقاها في البانر الجانبي ده، اللي هي بتحتوي على حاجات مهمة شديد نحن ممكن نستخدمها بشكل كبير، زي التقويم، أهمها التقويم، اللي هو التقويم أنا بستخدمه عشان أجدول أو أنظم حاجاتي، أنظم حاجاتي، بتنزل لي كلها موجودة في التقويم، باليوم، بالساعة، بالوقت المحدد، وبقدر بعد كده الحاجات الموجودة. الرسائل المؤرشفة كانت ظاهرة عندي هنا لكن حاليا ما شايفها، دقيقة بس. ذكروني المؤرشفة دي بتكون موجودة وين؟ الناس الموجودين معانا، دكتور أنور معانا، دكتورة نعمة، ذكروني كده المؤرشفة دي وين؟ والله أنا بتذكره إنه في المؤرشفة دي ايكون يا موجودة. دكتورة بكون فيها كل يعني all mails حاجة زي أي كده البريدة تقريبا، هي هنا كل البريد، لكن المفروض إنه المؤرشفة دي بتظهر التصنيف برا، أنا ما عارفة عندي ما ظاهرة تصنيف ليه، يمكن حاجة عندها علاقة بالإعدادات.
انا عندي يمكن ايوه يعني اسي تحت الدرافت تحت المسودات بالنسبه لي في برضو خيار اسمه all emails، ايوه كل البريد. فيس كل البريد، فبس غالبا في الاعدادات بتاعتي كل ايوه هنا كل البريد دي تمام. بتظهر فيه المؤرخة، فمفروض للاسف ما ظهرت لي. انا تخيل حاجه عندها علاقه بالاعداد، يمكن لانه هسه الاعدادات، مع انا لما انها ظهرت لي، هي ظهرت لي الحاجات المؤرشفه. انت عندك يا دكتور شاهناز عندك حاجه مؤرشفه اصلا؟ ايوه يمكن ما عندي كيو لا فانت ارشفت، هسه ارشفت كم حاجه، هذه مؤرشفه شايفينها، كده كنت دي حاجات عملت واحده مؤرشفه، هسه، اعمل لك واحده اعمل ريفرش للشاشه ككل. عملت ريفرش ما ظهرت. شايفين؟ دي مؤرشفة، دي رسالة مؤرشفة، دي رسالة شوفي مؤرشفة، شوفي دي المزيد هنا، رسالة مؤرشفة، ظاهرة عندي فوق على كل، إن هي ظاهرة في التوب لكن ما مكتوب لي، ما ظهر لي في، المزيد هنا يعني ما ظهر بالهيدر. لي هنا أرشفة. تخيلي حاجة عندها علاقة بالإعداد، لأنه أنا في الإيميل الثاني بتاعي قاعد تظهر عندي هنا المؤرشفة. عموما ما في مشكلة، هسي نحن بنفتش. اخترنا بس كل البريد، وظهرت الرسائل المؤرشفة في التوب، هذه الرسائل المؤرشفة بتاعتي ظهرت في التوب، تمام. ما في مشكلة يعني، حتى لو ما ظهرت لي المهم هي بقت موجودة، حتى دي الرسالة اللي أنا عملتها هترسل يعني بعد مسافة. طيب دي عموما حاجة يمكن بعد شوية نشوفها تاني، بعد ما يبدأ بعدين دكتور أنور، أنا بحاول أهبش في القصة دي وبرجع أوريكم ليها، تمام. طيب خلونا نرجع لحاجة كمان تاني مهمة شديد، آخر حاجة هتكلم عنها بس باختصار كمان، اللي هي الجوجل كاليندر. قبل كمان ما نمشي للجوجل كاليندر، نحن في الدرايف في حاجة قبل ما ذكرناها، اللي هي الدرايف بتاع جوجل. لو عملت قال لما تعملي سيرش بمحتوى الرسالة صح، بتظهر رسائل مؤرشفة، فتش على الميلز صح. طيب في حاجة أنا ما ذكرتها في الدرايف، اللي هي ميزة جميلة جدا كمان نازلة يعني عند جوجل، حاجة يعني اللي هي ملفات البي دي اف. التعامل مع ملفات البي دي اف من جوه الدرايف، أنا ممكن أتعامل مع ملفات البي دي اف دايركتلي، اللي هي بس أنا أشوف أي ملف موجود عندي في الدرايف على شكل بي دي اف، لكن بس للاسف انه بيدعم اللغه الانجليزيه فقط، ما بيدعم اللغه العربيه حاليا. فنحن هسه هنختار ملف من داخل الدرايف بتاعنا وهنبدا نتعامل معاه، او نحول، انا ممكن احول ملف بي دي اف مكتوب عندي باللغه الانجليزيه لملف وورد عادي او دوكيومنت عادي. الدوكيومنت ده ممكن في اي لحظه احوله لدوكيومنت عادي واشتغل عليه. طيب خلوني اوريكم اي ملف موجود عندي يكون على شكل بي دي اف وباللغة الإنجليزية، نجرب فيه. طيب سيرش بي دي اف، طيب خلوني اختار السي في حقتي دي، هذه طيب هذه فتحت معي دي السي في، ما علي الا اضغط فوق هنا في الاعلى بس خلوه يفتح. شايفين open with، تظهر معي هنا open with، طوالي ممكن اختار open with جوجل دوكيومنت اللي هو قلنا نفس فكرة الوورد، نفس فكرة المايكروسوفت وورد، اضغط عليها طوالي بحول لي الملف في لحظة من ملف بي دي اف، شايفين حتى بنفس الخطوط بنفس اي حاجة فيه، ما لخبط لي الملف، ما لخبطه، حوله لي لملف عادي، ممكن انا اعدل عليه وممكن اخذ اغير خلاص ملف وورد عادي، بقى ملف جوجل دوكيومنت عادي. حتى الملف بتاعي ده من المميزات الجميله كمان الرائعه الموجوده عندنا، فكره انه حتى انا ممكن نفس فكره الديكتيشن او الفويس تايبنج اللي اتكلمنا عنها هناك هنا موجوده، بالاضافه لانه اي كان ترانسليت ذا هول دوكيومنت، انا ممكن اترجم كتاب كامل، والترجمه مش ركيكه، ما ركيكه هي، يمكن مش 100% لكن ما ركيكه. هسي حاليا الملف بتاعي ده مثلا باللغة الإنجليزية، خلوني أحوله للعربي، بس أنا هختار اللغة وهعمل ترانسليت في أقل من ثواني، بحول لي الملف بنفس الشكل الموجود فيه، بنفس التنسيق، بنفس أي حاجة فيه، ليه؟ شايفين اللغة العربية.
شايفين حتى الكلام المكتوب مش ما ركيك يعني، عادي انا ممكن اقرا الكلام المكتوب وحلقى انه مكتوب بطريقه صحيحه، بس خلونا نعمله من اليمين لليسار عشان ما يلخبطنا ونشيل كان دي جات. شايفين استاذ مشارك تكنولوجيا التعليم يركز على النتائج ويتمتع بخبره 16 عام في التدريس والبحث والاداره في دمج التكنولوجيا في التعليم، معتمد كبيانات شخصيه الجنسيه التعليم الخبره. حتى لو قرينا الكلام شوفوا الكلام حتى ما ركيك. عمل كرئيس قسم تكنولوجيا التعليم توفير القيادة والتوجيه والإشراف لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، يعني مش ما ركيكة لكن لا بالعربي ما بتحول بدون مشاكل، لا بالعربي ما بيدعم العربي للأسف، ما بيتحول البي دي اف ما بيتحول. أعمل لك إعادة للخطوة دي حاضر، اللي هو قلنا من الدرايف، أنا من الدرايف بتاعي بس أرفع الملف بتاعي البي دي اف ده في الدرايف بتاعي أيا كان الملف أنا عايزاه أرفعه الملف از خلوني افتح واحد تاني مثلا تيتشينج فيلوسوفي دي خلوني اضغطها. طيب ضغطتها هذا الملف بتاعي موجود في الدرايف از بي دي اف، فتحته ضغطت عليه دبل كليك جوه الدرايف فتحته، اول ما يفتح بتظهر معي علامه هنا فوق مكتوب فيها اوبن ويز، هذه شايفينها اوبن ويز، اوبن ويز دي اضغط عليها واختار جوجل دوكيمنت بس سيمبلي خلاص، طوالي في اقل من ثواني، ثواني بس معدوده حول لي الملف شايفينه من بي دي اف لوورد. بس للاسف قلنا الخطوه دي ما بتدعم اللغه العربيه، بتدعم انجليزي بس، بتدعم اللغه الانجليزيه فقط، الملفات العربي ما بتتحول. تمام طيب شايفين الملف بتاعي حاليا هذا حولته هنا، امشي لتولز لو انا عايزه اعمل ترجمه حامشي لتولز واعمل ترانسليت دوكيومنت هنا واختار اللانجوج تشوز لانجوج اي كان تشوز اني لانجوج، شايفين حتى دي كلها لغات بدعم كل اللغات دي، كل اللغات دي مدعومة كلها شايفينها كثيرة جدا جدا. طيب أنا هختار اللغة العربية هذه وهقول ترانسليت، تمام في ثواني ترجم لي الملف هذا بنفس تنسيقه، فلسفة التدريس والبحث والخدمة فلسفة التدريس. طيب خلوني برضو أعمله from right to left، أعتقد أن تدريس عملية تحويلية تمكن الطلاب من وصول إمكاناتهم الكاملة ويصبحون متعلمين مدى الحياة، كمعلم هدف الأساسي خلق بيئة تعليمية شاملة وجذابة تعزز التفكير النقدي والإبداع والشغف للمعرفة في ممارسته التعليمية، وأؤكد على الأساليب التي تركز على الطالب وتشرك المتعلمين بنشاط في بناء فهمهم الخاص. شوفوا الترجمة حتى مش ترجمة ركيكة، حتى ممكن أعدل عليها شوية لكن يعني معقولة، يعني ممكن أعتمدها يعني معقولة. تمام طيب تاني ارجع لكم تاني معلش للحاجه اللي كنا بنتكلم عنها، دايما في تطبيقات جوجل كلها بنلقى على الجهه اليمين او على الجهه اليسار حسب اللغه اللي احنا بنستخدمها ادوات اخرى، من ضمن الادوات الموجوده دي الجوجل كاليندر، بس انا هاشير لحاجات داخل الكاليندر ونحن بنستخدمه. الكاليندر ممكن يفتح لي شايفين جوه الملف اللي انا شغاله فيه، لو فرضنا عندي حاجه هنا لقيت انه انا مفروض الحاجه دي مثلا هكتب بحث عنها، مثلا اعمل كوبي وحاجه اخدها مثلا واضع تذكير اعمل اي حاجه، ممكن افتحها طبعا اكبرها بدلا عن انها تكون جوه الملف، خلوني اوريكم ليها اكبر. طيب انا ممكن تو كرييت ا هول كاليندر لحاجه محدده، عندي بروجكت مثلا اي كان كرييت من هنا كرييت دي واعمل كرييت ايفنت ولا كرييت تاسك ولا كرييت ابوينتمنت مثلا، دي كلها خيارات الاو. طيب خلوني اضيف مثلا اي حاجه، مثلا يوم الثلاث هنا انا ضغطتها وما علي الا اضيف الحاجه، مثلا انا شلتها من هناك فلسفه التدريس والبحث دي مثلا عندي اجتماع، مثلا خلونا نقول اجتماع عندنا اجتماع ميتنج مثلا بتاع كده 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 خلاص ده ايفنت تمام، وممكن اعمل تاسك ممكن يكون عندي تاسكات، الايفنت بتتحفظ عندي هنا طوالي والتاسكات بتتحفظ عندي وبتظهر عندي هنا في حاجه اسمها التاسكس او التو دو ليست، هذه انا واقفه فيها في على الجهه اليمين ظهر عندي على شكل شايفينها، خلوني اكبر شويه هذه الشكل ده
الموجود ده، ده التاسك. اي تاسك انا اعمله بيظهر عندي هنا، بعد ذلك بتظهر عندي تاسكات بتترتب هنا، اي حاجه انا عملتها بعلم عليها زي التو دو ليست، زي التشيك ليست، صححت عليها بتتمسح من هنا بتتمسح من التاسك. هنا دي الايفنت ودي التاسك التاسكات. طيب هنا كتبت عندي اجتماع، ما علي الا انه احدد الزمن بتاع الاجتماع، حاليا قلنا يوم الثلاث مثلا جولاي 2. حتى لو كان الزمن بتاعي ده انا عايزاه تو بي ريبيتد، يعني الاجتماع ده، الاجتماع حقي ده مثلا هيتكرر يوم كده الساعه كده، او ممكن I can repeat it daily, I can repeat it weekly, I can repeat it monthly on first Tuesday, I can repeat it annually in July 2. فرضا انه الاجتماع ده كان اجتماع سنوي بيتم في نفس الوقت ده، ما علي الا اقول لي annually in July 2 ذكرني الكلام ده خلاص. وبعد ذاك I can add guests لو كنت انا المسؤول عن الحاجه دي، طوالي بضيف ضيوفي هنا بايميلات، طبعا اي زول اضيفه بايميله اول ما، طبعا اذا كان عندي ليست اول ما اضيف الناس بتظهر عندي هنا اسماء، بتظهر ايميلات عندي، شايفين طوالي هنا. باقي شنو هنا؟ اي كان اد جوجل ميت فيديو كونفرنس لو كان الحاجه دي حتكون اونلاين، طوالي بضيف لي في داخله الفيديو كونفرنس لينك، عشان بعدين لما نيجي ارسل الدعوة مرسلة كاملة باللينك بتاعها. I can add location هنا، وأنا أول ما أخد حتى اللوكيشن ده عشان الناس اللي بيجوا يفتشوني ما يتعبوا. مثلا خلوني أكتب مثلا University of خرطوم مثلا، شايفين طوالي ظهرت معي هنا، يبقى هذه ظهرت بالطريق بتاعه، يعني جاييني بعدين لما انتصلوا الدعوة، وأضيف كمان فيديو كونفرنسينج هنا، الزول الجاييني عديل، هذا الموقع بتاعي موجود، هيجي بالموقع عديل اكتبوا ويجيني، الداير يجي احضر معي اونلاين، اللينك موجود. وحسي ده الاجتماع المجاني، حسي ده الاشتراك المجاني اللي هو بيقبل اب تو 100 جيست كونكشن لحد 100 نفر، وفترته لحد 24 ساعة، بيفضل مفتوح الاجتماع 24 ساعة، ما بيقفل زي الزوم كله 40 دقيقة، تمام؟ ده الجوجل ميت، وبشيل المجان لحد 100 نفر. طيب I can add description هنا لو عندي الايفنت ده فيه description محدد، انا اضيف الديسكريبشن هنا، وكمان I can add attachment حتى لو عندي الميتنج نوتس، لو عندي الاجنده بتاعت الاجتماع بتاعتي باي طريقه داير ارفعها، لو عندي ملف محدد نحن حنتناقش حوله، تقرير حاجة زي كده، عادي ممكن I can add the attachment. قال لي ده موجود حاليا في الحساب بتاعك ده، تمام، وملون عندنا باللون ده. هنا أنا ما علي بعد ده إلا أضيف أعمل save، خلوني بس أشيل الاسم اللي أنا أضيفته هنا ما يترسل اليوم وأرسله add guest، خلينا to add someone else. طيب انا اضفت someone else هنا، ممكن ارسل له، وحتى ال guest permission طوالي بتظهر لي تحت انه ال permission بتاع ال guests اللي انت دعيتيهم ديل، ممكن تسمحي لهم بشنو to invite others to see guest list او to modify the event. بدي modify event 200 طبعا لو كان الزول اللي انا مرسل له الدعوه ده مديري مثلا، انا هعمل هنشئ الدعوه وهضيف الحاجات كلها واخدها واحدد المكان وكل ما، خلاص دي كلها انا ترتيباتي عملتها، وارسله للبوس مثلا بتاعي ولا المدير، واخلي عنده خيار بتاع انه عادي ممكن تو موديفاي ذا ايفنت، عادي بيقدر يعدل عليه. دي بديها بس في حاله انه زول ذاك اعلى مني مثلا وعنده خيار انه تو موديفاي ذا ايفنت. اما لو انا مرسله لزول والاجتماع ده مفتوح اصلا، I can give him the permission to invite others، يعني عادي اسمح له to invite others، ادعو معاك ناس تانيين جيبهم، او حتى لو حابه انه يشوف الجست ليست ممكن اخليها، او ممكن اشيل كل الخيارات دي اشيلها، يعني الزول اللي حتصلوا الدعوه دي اتصلوا بس ما لازم. وهنا بس ما عليه في النهايه الا اعمل سيف، اول ما اضغط سيف هنا طوالي بقوم بيسالني سؤال، what
Do you like, would you like to send invitation email to Google Calendar guest? Yes, send it أو don't send it as you like. يعني أنتو أضفنا الجست ليست لكن ما عايزة يكلمونا السي. تمام؟ I can send it or I can stop sending. طيب I will send it. خلاص رسل طوالي جات للزول في إيميله هناك إنه تمت دعوتك لاجتماع يوم الثلاث اثنين الساعة كده. تمام؟ وكمان الاجتماع ده انيولي هيحصل كله كده. وفي حاجة أيوة تاني نسيت أقولها ليكم اللي هي إنه الاجتماع ده يذكرني متين. كمان الاجتماع ممكن أنا يذكرني بإنه الاجتماع ده يوم كده الساعة كده. شايفين هنا add notification add notification هيجيني notification إنه عندي اجتماع يوم كده الساعة كده عبر الإيميل ولا النوتيفيكيشن عادي؟ يرسلوا لي عبر الإيميل ولا يرسل لي نوتيفيكيشن عادي؟ نوتيفيكيشن عادي يعني هيجيني بالموبايل مثلا تين عندك اجتماع يوم كده الساعة كده. 200 قبل 1 داي من الاجتماع، أنا حاليا هنا عاملة قبل 1 داي، قبل ويكس. تمام؟ بيفور 9 أو آت 9، بيفور أو آت 9 مثلا. وممكن طبعا أغير الزمن في أي لحظة، ممكن أغير الأيام دي ولا عدد الأيام ذاتها، ممكن أخليه قبل 0 دايز حتى، ما أيام، نفس اليوم الساعة 9 مثلا. دي كلها خيارات متاحة أنا ممكن أعملها. وممكن طبعا أكتب حتى في الديسكريبشن هنا، ممكن أكتب نص الدعوة، نص الدعوة بتاعتي، الدعوة كده 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 كده. تمام؟ يلا لاحظوا معاي طوالي بينزل معايا الإيفنت هنا في مكانه، وهكذا لو عملت إيفنتس تانية كلها بتكون نزلت عندي هنا، وبيكون جدولي مرتب، حاجاتي واضحة، 200 الساعة كم بتتعامل الساعة في يوم، بيجيني طوالي نوتيفيكيشن بزمنها، حتى انه انا حاجاتي بتبقى مرتبة. حتى لو عندي تاسكات، حتى لو عندي تاسكات الاجتماع ده مثلا قبله الساعة كده انا مفروض اعمل حاجة، بقوم طوالي اعملها كتاسك، اضيفها كتاسك واجي اعملها واكتبها وارتبها واكتبها المفروض مني التاسك المحدد الساعة كده مثلا اعمله. طوالي بيقوم بيظهر لي في التاسكس هنا انه التاسكات الموجوده عندي هي كده وكده وكده وكده. في اي لحظه انا خلصت تاسك اللي هي زي التشيك ليست، شايفينها ظهرت عندي هسه هنا باليسار كده تشيك ليست، مثلا كتبنا اعداد اجنده الاجتماع مثلا، حتى بختار لها ديت اند تايم هنا. مثلا انا الاجتماع عندي كان عندي يوم اثنين مثلا، أنا هخليها يوم اثنين برضو، والساعة لو الاجتماع الصباح مثلا الساعة 8 صباحا أنا أكون جهزتها. أوكي تمام، شايفين نزلت عندي هنا. يلا خلاص هدي إعداد أجندة الاجتماع. وكان أعد أنذر تاسك مثلا إرسال الدعوة. تمام، واختار لها ديت أند تايم نفس اليوم اثنين هرسل الدعوة، لكن هرسلها مثلا 8 بجهزها 8 ونص ارسلها. اوكي تمام. يلا بعدين لما انا جيت شغلي بتاع يوم اثنين ده، الشغل اللي بقى مكثف وفيه الاجتماع وفيه رساله دعوه وفيه اعداد اللجين ده، طيب بجي بكره بديت اشتغل حاجاتي خلاص انا علمت هنا. اول شيء عينه لو قفلتها تمام، خلوني اقفلها اوريكم لها بس بتظهر عندي هنا. طيب شايفين هذه ظهرت عندنا التاسك. دكتورة شاهناز موجودة انت؟
دكتور شكله شهناز، عنده شكله الانترنت بتاعه شويه حصل فيه مشكله وكده. ايوه طيب شباب، انا ما شايف يا اخوانا، ما شايف الناس قاعد تكتب في الشات. الشات ده هو بيوري الانتراكشن بتاع الناس مع الموضوع يعني، وفي نفس الوقت ما عارف هل هم قاعد يطبقوا. شباب قاعد تخش لما يقول لكم مثلا لينك سلايدو دوت كوم ولا بتاع، قاعد تمشي تشوفه بهناك. الفيدباك مهم جدا عشان الزول لما يكون بيقدم في الحاجة يعرف انه الناس متابعين، وبعد مرات بتكون في انترستنج فايندنجز. الزول بيجي بتكون انت خشيت اللينك ظهرت لك حاجة انا بالجاي ما ظهر لي، تكون بتكتب بتقول والله يا اخي ظاهر لي كده ما ظاهر لي كده ولا بتاع. يتعلموا الحاجة، الانتراكشن ده مهم جدا في بداية الكارير بتاعكم، لانه ممكن يساعدكم كتير جدا في المستقبل ان شاء الله. يعني يكون عندكم فرصة بتاعت تريننجز مستمرة، ورش عمل، محاضرات غيره. المحاضر الزول لما يكون بيقدم وبيلقى الناس بيتفاعلوا معاه، بيحاول انه يديهم حاجه اكتر. لو حس انه الناس ما جايبين خبر ولا كده، ولا ما ادوا انتراكشن، ما ادوا اي انت يعني انطباع بانهم هم متابعين، في الغالب ما بيتحمس انه يديهم الاكسترا مايل. فمهم جدا يا اخوان الانتراكتيف. في مجال برضو عندكم تقروا عنه لو لقيتوا طريقه، حاجه اسمها ديجيتال سيسيولوجي، اللي هو علم نفس الاونلاين، الحياه الاونلاين الشغاله دي. فالاونلاين يا شباب في الانتراكشنز، في البادي لانجوج بتاعتنا بتظهر كيف. انا هوريكم الان في الفيديو في اثناء بتكلم، بس انا هل ريلاكس، هل انا انتنس، هل ده يعني عندي اي مشكله ولا كده، الصوت بتاعي واضح، هل فيه اي نوع بتاع تردد ولا بتاع. المجال ده برضو انتم محتاجين تحترفوه، لانه انتوا عندكم تشالنجز مختلفة عن التشالنجز بتاعتنا. يعني التشالنجز بتاعتنا كانت انك تمشي الانترفيو تلاقي زول تلبس ما اعرف بدلة تعمل شنو بتاع، انتوا جزء منها حاجة اونلاين. يعني انتوا لازم تسهروا، اصير لو انا هعمل انترفيو مع اي زول منكم اونلاين، عليك الله واحد ينبهني بس لو دكتورة شاهينات جات عشان نقوم هم دي جات بس خلاص جات يا دكتور. ايوه خليها تواصل، وبعدين نقوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور فجأة اختفيت. معليش هاي معليش اعتذر، حصل خطأ كده فني بسيط. طيب معليش انا باقي لي حاجة بسيطة بس يا دكتور انور، معليش هخلصها اكتب للآخر وبعد. يا دكتور. تمام ما في مشكلة. طيب كنا بنتكلم عن الجوجل كالندر والتاسكس، قلنا انه انا لما انشئ تاسك يكون عندي تاسك انا عملته بقدر في اي لحظة اعدل عليه، وبقدر اضيف في التاسكات الموجودة عندي، وبقدر الغي واعدل زي ما احب. طيب انا ما عارفة كنت فاتحة وين. طيب دي الجوجل تاسكس. طيب ده تاسك انا خلصته، ما علي الا اضغط عليه هنا، او اي حاجه انا خلصتها بضغط عليها، بالاضافه لانه في اي لحظه I can move it to top، I can add sub task، يعني عندي مين تاسك وسب تاسك منها، ممكن امشي او اعمل نيو ليست للتاسكات، حاجه تانية مختلفه دي اغيرها، اعمل رينيم للليست بتاعتي دي، اسميها حاجه محدده، اد تاسك جديد زي ما نحب. دي كلها حاجات انا ممكن اعملها في اي لحظه، وبتكون مضافه عندنا في التاسكس ومضافه في الكالندر بتاعنا طوالي. يبقى حاجاتنا بقت مرتبه وموجوده في مكان واحد. دي من اهم المميزات الموجوده ان احنا ممكن تكون بالنسبه لنا من الحاجات اللي ممكن نستخدمها في جوجل او في المهارات الرقميه بشكل عام. إذا نحن اليوم اتكلمنا عن عدد من المهارات الرقمية، اتكلمنا عن حزمة مايكروسوفت أوفيس الموجودة عندنا على الدرايف أو الممكن نستخدمها في الكلاود اللي هي 365، أوفيس 365، اتكلمنا عن الوورد أونلاين والإمكانيات الموجودة فيه والمتاحة، وكيف أنا ممكن أحول من وورد لباوربوينت بتكة زر من غير ما أتعب فيها، وشفنا بعض خدمات جوجل اللي ممكن تزيد الفعالية بتاعتنا في العمل وفي بيئة العمل بتاعتنا. شفنا الجوجل دوكيومنت، شفنا التخزين السحابي أو الجوجل درايف،
وكيف أنا ممكن أخزن حاجاتي عشان أحصل عليها في أي وقت آخر. شفنا الجوجل سلايدز بعض الإمكانيات اللي بتزيد برضو البرودكتيفيتي والانتراكتيفيتي حتى بين الشخص والمتعاملين أو المستمعين الأودينس الموجودين معاه. شفنا الدرايف نفسه إنه كيف ممكن يتعامل لنا مع ملفات البي دي اف وحول لنا من بي دي اف لدوكيومنتس عادية، وكيف أعمل ترانسليشن من جوه الدرايف بتاعي عادي من لغة للغة. وشفنا الجيميل وكيف ممكن أنا أنشئ إيميل وكيف أرسل الإيميل وكيف أعمل أجله لوقت تاني وكيف أعمل أجدول الإرسال لوقت آخر وأعمل التاتش لملف وكيف ممكن أنشئ الإيميل أصلا من أساسه وكيف حتى ممكن أتعامل معاه وأصنف الإيميل بتاعي في الداخل عشان أبحث جواه يكون سهل عندي البحث حتى في جوا الإيميل. ودي كلها حاجات اتكلمنا عنها، وحتى إنه اتكلمنا عن الكالندر وكيف أقدر أنظم الشغل بتاعي، واتكلمنا عن الجوجل ميت بشكل خفيف كده بس هبشنا هبشة، إنه كيف ممكن أعمل فيرشوال ميتنج من جوه ملف أو حتى الفيرشوال ميتنج بطريقته العادية اللي هو من الجوجل أبس هنا، إنه أنا ممكن أفتح الميتنج طوالي من الميت عندي هنا، إنه أنا بضغط الميت ما علي إلا أنشئ نيو ميتنج من هنا. أنا ما عارفة تخيلي ما مشير الشاشة صح؟ بس صح حاجة يا دكتور. بسيطة تمام، إنه أنا ممكن أشير من النيو ميتنج أشير كرييت ميتنج فور ليتر أو ستارت أن انستنت ميتنج اللي هو الآن، أو أجدول الميتنج إن جوجل كاليندر اللي شفناه قبل شوية مع بعض. وبس أنا بفتح الميتنج بتاعي زي اللي شفناه قبل شوية، ودي طبعا بس إنه أنا الميتنج بقدر أنشئه، لكن قعدته وهسي لسه يعني وإمكانياته جواه وكمان دايرة لها قاعدة براه، لكن ما بعيدة عن الزوم اللي احنا موجودين فيه حاليا. تقريبا نفس الحكاية ونفس طريقة التعامل. بعتذر عن الخطأ غير المقصود اللي حصل قبل شوية. وده بشكل عام أنا اتكلمت عن بعض المهارات الرقمية اللي مفترض إنها تتوفر عندنا جميعا وتكون يعني حتى مطورة أكثر بالعمل بالسكيلز بالممارسة اليومية وبالتعامل معاه بشكل يومي، حتزيد وحتبقى أكثر إن شاء الله وأفضل من الموجود عندنا حاليا وأفضل من اللي نتمناه حتى. ده بشكل عام الحاجات اللي اتكلمت عنها، وشكرا لكم لحضوركم، وأنا بترك المايك للمنظمين ولدكتور أنور. شكرا جزيلا. طيب ممكن توقفوا الريكوردينج مش كده؟ أيوة.